مبروك مبروك لفريق النادي الاهلي، دوري المرتبط، اول بطوله في كره السله السنه دي. الفريق فريق الشباب او الفريق الناشئين بالنادي الاهلي بيفوز ويحسم اللقب للنادي الاهلي. بيفوز كام؟ 71 65. الف مليون مبروك للنادي الاهلي، اول بطوله لفريق كره السله رجال. ان شاء الله تكون عام بطولات لكل الفرق النادي باذن الله. الحمد لله الولاد قدوا ما عليهم، عملوا مباراه قويه جدا، امتعونا مع ان الشوط الاولاني او الكوارتر الاولاني والكوارتر الثاني ما كانوش يعني مستواهم هو اللي احنا عايزينه، لكن الثالث والرابع روح النادي الاهلي عمل مباراه ولا اروع ولا احلى من كده. خلينا نروح للمباراه المهمه والمرتقبه برضو بين الاهلي والاتحاد السكندري في فاينل دوري المرتبط رجال. برضو المباراه مهمه، اكيد الاهلي عايز يكسب، اكيد الاتحاد السكندري عايز يكسب. من وجهه نظر الاتحاد السكندري لو كسب نادي الاهلي هو بوظ عليه الفرحه، نادي الاهلي عايز يؤكد مكسب امبارح. ان شاء الله يكون معانا مباراه مهمه، رجالتنا تكون ان شاء الله في الميعاد. ونبدا النهارده باول حاجه الاخبار وقالت ايه على مباراه النهارده. قالت الاهلي يواجه الاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط. الوطن سبورت الليله سالت الاهلي جاهز لحسم دوري المرتبط امام الاتحاد السكندري. اليوم السابع الاهلي يواجه الاتحاد في اياب نهائي دوري السله. والدستور قال الاهلي يلاقي الاتحاد اليوم في اياب نهائي دوري المرتبط. البوابه نيوز الاهلي يواجه الاتحاد السكندري باياب نهائي دوري السله. المواطن الليله الاهلي يواجه الاتحاد في اياب نهائي دوري مرتبط السلة. كده دي الأخبار كتبوا الناس كلها والمواقع كلها بتكتب على مباراة النهاردة والمباراة المرتقبة بين الأهلي والاتحاد السكندري، المباراة المهمة. مباراة دايما وإحنا لاعبين بنشوفها من وجهة نظرنا مفيش تحصيل حاصل، في لعب، في أداء، في تأكيد على المكسب، دي أهم حاجة. لعيبة النادي الأهلي لازم تؤكد على مكسبها امبارح، لعيبة الاتحاد السكندري عايزة تنهي على الفرحة بتاع جماهير النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي او النادي الاهلي ان هو كسب دوري المرتبط قبل المباراه النهائيه. هنروح ونشوف السيره الذاتيه للمديرين الفنيين النهارده اللي معانا. نبدا بكابتن طارق خيري. كابتن طارق خيري هو من مواليد 69. الالقاب بطوله افريقيا للانديه الابطال ودوري الممتاز 2016 2017، كاس مصر 2017 2018 ودوري المرتبط 2016 2017 ودوري المرتبط 2017 2018. لكن بنؤكد ان دوري المرتبط السنه دي برضو 2018 2019 جوه السيره الذاتيه للكابتن طارق خيري. مبروك للنادي الاهلي مره ثانيه وثالثه ورابعه نهائي او فاينل دوري المرتبط. هنروح لكابتن عمرو ابو الخير ونشوف السيره الذاتيه ليه وقال ايه او القابه. كابتن عمرو ابو الخير مواليد 61 وهو الدوري الممتاز 2008، كاس مصر 2010، كاس مصر 2012 ودوري المرتبط اربع سنوات متتاليه 9 و10 و11 و12 وهو قائد المنتخب لكاس العالم، كاس العالم اللي كان في اسبانيا. كابتن عمرو ابو الخير كان المدير الفني وراح بيه الى كاس العالم. خلينا نستعرض النهارده كمان الفريق النادي الاهلي ونروح للجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي. المدير الفني كابتن طارق خيري، المدرب العام كابتن اسلام علي، مدرب مساعد كابتن احمد الجرحي اللي هنقف معاه ونتكلم عليه كتير لانه عمل مباراه ولا اروع ولا احسن من كده، ومدير اداري شريف علي، اداري كابتن رضا السيد، طبيب الفريق دكتور اسامه فرج، اخصائي العلاج الطبيعي كابتن احمد يحيى، ومدلك محمد عيسى، ومحلل فني اكرم الشرباجي، ومخطط الاحمال كابتن محمد علي. هنروح لتشكيلة النادي الأهلي النهارده في المباراة. تشكيلة اللاعبين بيقودها كابتن الفريق والخبرة والمتمثلة في الكابتن طارق الغنام وهو رقم 10، وكابتن مودي الجرح 4، كابتن رامي جنيدي 6، كابتن كريم الدهشان 24، كابتن إبراهيم الجمال المصاب هو رقمه 9 ومعانا 23، محمد ابو الناصر 77، كابتن حاتم البحيري اللي يعني ان شاء الله النهارده ربنا يكرمه غير مباراه امبارح نتمنى ليه كل التوفيق، 15، مؤمن ابو العينين 70، مصطفى مشعل، ونجم مباراه امبارح الكابتن احمد السلعوه
ورقم سبعه، رقم سبعه كابتن احمد السرعاوي كان نجم من نجوم مباراه امبارح، احمد علي برغوتا رقم واحد، 12 مصطفى الشافعي، و11 محمد علي، 8 سيف سمير، 55 تود اوبراين اللي عمل مباراه ولا اروع ولا احسن من كده، عمل مباراه مهمه، قادر يمتلك زمام الميديم ويقدر يحط الاثنين بوينت تحت السله، وبودي حسام رقم خمسه، عمرو طارق 14، يوسف المعداوي اللاعب اللي كان هيشترك امبارح بس كابتن طارق خيري ما اشركوش، لكن هو جوه تشكيله الفريق. هنروح لتشكيله الاتحاد السكندري، هنروح للجهاز الفني والاداري والطبي، المدير الفني كابتن عمرو ابو الخير، المدرب العام كابتن عماد محمود، مدرب مساعد احمد عبد الوهاب، مدرب محمد سمير، مدير اداري خالد عبد الفتاح، اداري واخصائي دكتور احمد بسيوني، وطبيب الفريق دكتور محمد كبال، ومهمات اسلام فتحي واحمد خميس. ده الجهاز الفني والاداري والطبي، ده الاتحاد السكندري. نروح لتشكيله اللاعبين النهارده باذن الله على ارض الملعب، كابتن احمد عادل رقم صفر، هيثم كمال سته، ياسر مبارك سبعه، يوسف شوشه ثمانيه، تسعة محمد طه، مؤمن مبارك 10، أحمد الصباغ 13، ونكمل تشكيلة الفريق، محمد يونس 15، وعمرو عبد القادر 21، و 23 أدم الصباغ، 42 علي محمد، الأمريكاني رامون جالوي اللي ما أثبتش امبارح تواجده في الملعب، نتمنى النهارده كمان ما أثبتش وجوده، 88 رامي إبراهيم. بكده استعرضنا تشكيل الفريقين للجهاز الفني واللاعبين وتشكيلة اللاعبين المتواجدة معانا على أرض الملعب النهاردة. هنروح لتاريخ المواجهات للفريقين في الموسم الماضي، الموسم الماضي لعبوا أربع مباريات في ذهاب دوري المرتبط، الأهلي فاز 83-72، وعودة دوري المرتبط الاتحاد فاز فرق بونت واحد 58-57، وذهاب دوري السوبر 65-79 لنادي الاتحاد، لكن عوده دوري السوبر الاهلي اكد فوزه ب 72-68. معنى كده ان هم السنه اللي فاتت الفريقين متعادلين في اربع لقاءات، اثنين هنا واثنين هنا. هنروح لمشوار الاهلي في دوري المرتبط السنه دي اللي وصل ليه الفاينل لنادي الاتحاد. اول مباراه كانت دور 16 كان مع نادي الاولمبي، ماتشين الاولمبي 77-68 الاهلي خسر اول مباراه، دور 16 87-73 للنادي الاهلي، وصعد النادي الاهلي لدور الثمانيه عشان يقابل نادي الزمالك اللي فاز عليه 75-71 في اول لقاء، وتاني لقاء الزمالك بيفوز 75-59، والاهلي بيوصل ليه عشان يقابل نادي سبورتنج في نصف النهائي، نصف النهائي سبورتنج والاهلي، السبورتنج اول مباراه فاز 106-104، لكن الاهلي قدر تاني يوم على طول يكسب 86-77، والنهائي الاهلي والاتحاد السكندري 68-65، وده كان مشوار النادي الاهلي لفريق الرجال عبر دوري المرتبط. هنروح لنادي الاتحاد السكندري ودور من اول ما لعب في دوري المرتبط، لعب مع نادي الترام، كسب نادي الاتحاد المباراتين في دور 16 83-50 و74-49، كان في فرق مستوى كبير. دور الثمانيه الاتحاد مع اصحاب الجياد المقابلتين برضو الاتحاد كسبهم 99-70 و83-65، وفي نصف النهائي الاتحاد قابل نادي الجزيره العنيد، نادي قوي جدا في الباسكت، 82-81 فرق بونت واحد، وتاني يوم على طول 85-82 فرق 3 بونت، والحمد لله في النهائي بيخسر اول مباراه من النادي الاهلي ب 68-65. صفقات الفريقين، احنا بنعمل الجرعه كلها مره واحده ليكوا عشان تعرفوا احنا قد ايه الناس بصراحه تعبانه جدا وبيدوروا على كل حاجه وكل الجديد عشان جمهور النادي الاهلي ومشاهدي قناه النادي الاهلي يكونوا معاهم كل الاخبار من كل اتجاه. صفقات الفريقين، النادي الاهلي دعم بخمس صفقات السنه دي، احمد علي برغوتا، رامي جنيدي، حاتم البحيري، ومصطفى مشعل، والامريكاني تود اوبراين. خمس صفقات للنادي الاهلي، اعتقد ان صفقات مؤثره، صفقات واضح عليها يعني واضح عليها ان هي انسجمت مع الفريق، وبالذات تود اوبراين امبارح مباراه قويه ولا اروع ولا احسن من كده. هنروح لتدعيمات نادي الاتحاد السكندري السنه دي، دعموا بسبع لاعبين. نادي الاتحاد كلهم، كل الناس وكل الخبراء والفنيين بيقول لك نادي الاتحاد السكندري يعني فرقه قويه جدا، فرقه مكتمله العناصر، ودعموا بسبع لاعبين هنشوفهم معانا على الشاشه، هيثم كمال، احمد الصباغ، يوسف شوشه، رامي ابراهيم، علي محمد، الامريكاني رامون جالوي، واحمد خلف بيبو. بكده نكون قدرنا نقول لكم كل حاجه عن الفريقين، وضحنا كل النقط، وضحنا مشوار الفرقتين، وضحنا اللاعبين على ارض المباراه.
خلونا نروح لفرحه لاعبي النادي الاهلي اللي فرحونا وبسطونا النهارده في مقابله الاتحاد السكندري في نهايه الدوري المرتبط تحت 16 سنه اولادنا عملوا مباراه مهمه. هنخرج للفرحه وهنستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيكملوا معانا في الاستديو التحليلي عشان نشوف هنحلل المباراه ازاي. هنخرج تقرير وترجعوا لنا مره ثانيه. احنا مع بطوله مهمه للنادي الاهلي. لما البطوله بتيجي في اول الموسم بتبقى بطوله مهمه وقويه، الامور بتمشي، البطوله تجيب بطوله والفوز يجيب فوز، وان شاء الله دايما في فوز ومكسب للنادي الاهلي في كل البطولات. خلينا نرحب بضيوفنا الكبار اللي انا فعلا متشرف بيهم النهارده اللي هم يكونوا معايا، كابتن هاني عبد المنعم كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر. مساء الخير. مساء الخير كابتن خالد، ازيك؟ ربنا يخليك. بجد والله ربنا يخليك. كابتن خالد بخيت كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، وانا متشرف جدا حضرتك تكون معانا، حضرتك منورنا. شكرا كابتن خالد. ربنا يخليك يا كابتن خالد. كابتن عمرو عاشور المدير الفني السابق لمنتخب مصر سيدات والمدير الفني الحالي لنادي سبورتنج سيدات، كابتن عمرو منورنا. ربنا يخليك يا خالد ودي الصحه. ربنا يكرمك. كابتن هاني، شفت الماتش وشفنا ال 16 سنه عملوا ايه؟ والاجواء ولا خساره للولاد في المباراه، تقول ايه؟ الحقيقه يعني تهنئه واجبه جدا جدا لشباب النادي الاهلي الصغيرين ومدربهم القدير طبعا احمد الجرحي. احمد الجرحي دي مش اول سنه بيكسب بيها ب 16 سنه بالطريقه دي. تمام. الحقيقه اظهروا مستوى متميز بقالهم سنتين على هذا المنوال. فرقه قويه جدا، فرقه متماسكه، فرقه بتعرف تجيب الفوز في اي وقت، مبشره، وهي دي الركيزه الاساسيه اللي احنا بنعتمد عليها في النادي الاهلي، ان احنا مطلعين اجيال في المرحلتين يمكن 14 و16 سنه، ولاد كلهم مميزين جدا جدا. واللي شفناه النهارده ان الحمد لله الولاد مسيطرين على قطاع البطوله بتاعهم في الحته بتاعت 16 سنه دي، ما بيخسروش. نتمنى لهم دوام التوفيق، ونتمنى لهم ان هم يفضلوا على هذا المستوى، لان ده في النهايه احنا كاهلاويات دي ذخيره النادي الاهلي، وده الولاد ولادنا متربيين جوه النادي، هيبقوا حاجه كويسه جدا في المستقبل ان شاء الله. كابتن خالد، النهارده شفنا اول كوارتر تاني كوارتر في الولاد الصغيرين 16 سنه مش ماشيين، بس الثالث الرابع كان حاجه اكتساح. هو بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ماتش زي ده عليه بريشر جامد جدا اللعيبه، يمكن هم متعودين السنتين اللي فاتوا نفس الشيء، بس السنه دي حاسين شويه ان فرقه الاتحاد في الدرجه الاولى اتدعمت، كابتن محمد مصلحي لم فرقه كويسه جدا، فبقى في شويه يعني شيء من التهديد، فده حط عليهم بريشر. انما عجبني جدا الروح اللي بيحطها فيهم اسمه ايه دوت؟ احمد الجرحي. اللي انا بشكره هو سبب رئيسي، يعني مش هنقول سبب مهم في ان هم يكسبوا الثالث سنه دوري المرتبط النادي الاهلي، بس انا اللي عاجبني اكتر الفاندمنتالز اللي هو حاططها في الولاد والروح. لان مش مهم ان انا اكسب، انا ممكن اكسب ان انا ازود الناحيه البدنيه للناشئين عندي، اكسب ان انا الناحيه الخططيه تبقى معقده شويه وان انا اكسب، انما هو بيكسب بالفاندمنتالز والمهارات السكيلز اللي هو حطها في الولاد، وواضح ان هو بيشجعهم جدا في ان هو ياخد الاكشن بتاعه، يعني ياخد، انت عندك الفرصه بتاعتك خدها. ده زي ما قال كابتن هاني كده، ان ده هيخلق لعيب على بال ما يوصل للدرجه الاولى هيبقى مميز جدا، وشفنا الكلام ده في لعيبه النادي الاهلي، ان هم جم في الوقت الصعب ابتدوا يفرضوا السيطره بتاعهم، وكل الاختيارات اللي خدوها في الهجوم كانت موفقه جدا جدا. انا بصراحه شديده انا واحد معجب جدا بكابتن احمد الجرحي، وكان لازم واجب علينا ناخده على الهوا من اسماعيليه، هنطير بسرعه اسماعيليه وناخد كابتن احمد الجرحي على الهوا. كابتن احمد الجرحي مساء الخير. كابتن احمد. كابتن شريف. تحياتي ليك يا كابتن خالد، تحياتي لضيوفك، تحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، مع المدير الفني للنادي الاهلي الكابتن احمد الجرحي، تحياتي الكابتن خالد العوضي لحضرتك، تحياتي الكابتن هاني عبد المنعم، الكابتن خالد بخيت، كابتن عمرو عاشور، مليون مبروك، بيشيدوا بحضرتك كابتن خالد، بيشيد بحضرتك وضيوف الكرام بيشيدوا بحضرتك، عملت شغل هايل، عملت بطوله هايله، مجهود قوي جدا عملته، قدرت تفرز لعيبه هيفيدوا النادي الاهلي في المستقبل باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. طبعا مرحب بكابتن خالد العوضي وكابتن خالد بخيت وكابتن هاني عبد المنعم وكابتن عمرو عاشور، كباتننا يعني دول اللي اتعلمنا الباسكت واتفرجنا على الباسكت من خلالهم
خلالهم وحبينا الباسكت من خلالهم. الحمد لله رب العالمين ان احنا النهارده قدرنا نفرح جمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته واعضائه وكل الناس اللي بتحب الباسكت في النادي الاهلي. ما اتكلمناش خالص، قفلنا على نفسنا رغم ان كان في كلام صعب جدا بيتقال. اتعهدنا يعني كجهاز كامل مرتبط ودرجه اولى ان احنا نجيب البطوله دي ان شاء الله لثالث سنه على التوالي، والحمد لله قد كان يعني، وان شاء الله نستعد كمان اللي جاي باذن الله يكون احسن. النهارده الاصابات اثرت عليك، فرقت معاك، ورغم كده كان معاك رجاله في الملعب، عاوزين نعرف حجم الاصابه وصلت لايه، طمنا على اللعيب. والله يعني هو انا قبل البطوله، قبل يعني الفاينل على طول، في لعيب مهم جدا عندي يسافر امريكا عشان محتاج ان هو هياخد باسبور، فكان لازم عنده ميعاد لازم يسافر، السفر كان اجباري، فبس انا هيأت نفسي ان هو مش معايا. اللي كان اصعب بكتير اتنين لعيبه جاردين مهمين جدا عندي، سواء دودو او سيف حصل له زي خلع كده في الركبه وجوه الجيم، ودودو اتطرد يعني بسبب خد تكنيكال فاول واتندد فاول، فقدت اتنين في المراحل السنيه، انك تفقد التلات لعيبه مهمين مره واحده دي حاجه صعبه جدا. بس بصراحه يعني كل اللي نزلوا قدوا يعني، البركه كان في الموجود عندي، لعيب بالذات عمرو بيبو زهران انا بحييه جدا، لان بيبو راجع بقاله شهرين رجله كانت في الجبس ما لعبش تقسيمه، انا حطيته في ال 12، انا عندي ثقه ان هو يعني راجل في الملعب، احتاجناه في اوقات بصراحه، خطف كره الماتش اللي دخلت باسكت وخد وان مور واتلمت، طلعت لمؤمن شاطه 3 بونت، الخمسه بونت دول تقريبا كانوا يعني هما النقطه الفاصله في الجيم. فالحمد لله قدرنا ان احنا نتعامل كجهاز مع الموقف الصعب اللي كنا فيه، وربنا كرمنا، لان بجد والله صدقني مش بتكلم على نفسي ولا على الجهاز، اللعيبه دي تعبت جدا 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 جدا، من شهر 6 بنتمرن تمرين. واحب اشكر يعني كل جهاز الباسكت من اول مدرب 10 سنين لمدرب 20 سنه، بس اخص بالذكر كابتن ماجد ان هو كان واقف معايا على طول، واشكر ماجد سلامه، واشكر كابتن محمد جاد مدرب العام لفريق البنات، لان محمد جاد هو مدرب عام فريق البنات لكن هو دكتور تربيه رياضيه، يمكن برنامج الاعداد البدني للفرقه هو اللي بيحطه لي، بنشتغل بالشغل البدني بتاعه، صراحه فرق مع الفرقه جدا، وبان جدا الدليل ان احنا في الكوارتر الرابع الحمد لله احنا اللي قاعدين نضغط عليهم وقادرين نوصل للحلقه وبنشوط مستريحين. فبشكرهم جدا الاثنين دول على خاص، والجهاز الاداري كابتن وليد الخراط وكابتن اكرم وكابتن تامر وجمعه وحامد وسعيد، الناس تعود نفس هو العمل جماعي، والحمد لله كل الناس دي هتفرح النهارده بالبطوله، والبطوله هتبقى بالنسبه لنا خلاص تاريخ، هنشتغل من بكره على البطوله اللي بعديها. لان شريف كنت عايز اساله سؤال لو سمحت يا شريف. كابتن خالد معاك، كابتن خالد اتفضل. عايز اساله، الماتشات متتاليه ما شاء الله، نمسك الخشب، الكل مباريات مكسب على طول، حضر فئته ازاي للموسم قوي زي ده، مباريات متتاليه وشغل عالي جدا، لياقه بدنيه مهمه جدا، حضر الفرقه ازاي نفسيا عشان تخش كل المباريات دي؟ كابتن خالد العوضي نجم الاستوديو التحليلي يقول لك المباريات متتاليه، حضرت اللعيبه ازاي وكلهم ما شاء الله نمسك الخشب كلهم مكسب، حضرت لعيبتك ازاي مع ضغط المباريات المتتاليه دي؟ بص بصراحه احنا دايما بنعمل حاجه قبل البطولات، احنا دايما بنحاول نخلي الجيل اللي موجود يغير من الجيل اللي قبليه، وغيره يعني صحيه، ان هو دايما بذكر لهم ان جيل 2002 اللي قبليكوا فاز بدوري مرتبط بدون ولا هزيمه، ودايما بتك على بدون ولا هزيمه، عشان دايما لما يعني بتحط يعني طابع الفوز جوه اللعيب بتاعك فبتاخد منه احسن حاجه، وان جيل 2001 فاز بالبطوله بدون هزيمه، فانتوا مش اقل منهم، وانتوا لازم تعملوا نفس الانجاز. العكس، انتوا ممكن هتمروا بظروف هما ما مروش بيها، ان مباراتكم تحسم الدوري، احنا يعني كنا دايما الدوريين اللي فاتوا ورا بعض كان الدرجه الاولى ماتش درجه اولى بيحسم، لما كسبانين 2 بس ما توفقناش في اول ماتش درجه اولى فبنستنى لتاني ماتش، قلت لهم ما ماتش الحسم، ماتش البطوله، اي غيابات عندنا مش هتاثر فينا. النهارده انا مش عايز لعيبه في الملعب، انا في 5 فانيلات حمراء جوه الملعب، الجمهور والناس كلها مستنيه ان هم يكسبوا، محدش هيعذرنا على اي اصابه على اي غياب، على مفيش حجج، لازم ان شاء الله يكون المكسب بتاعنا عشان مجهودنا ما يضيعش وعشان نفرح كلنا كنادي اهلي بالبطوله الحمد لله. معالي وزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس الاداره موجود في المدرجات بيشجعكوا، دكتور مهند مجدي موجود بيشجعكوا، كابتن خطيب مكالمه تليفونيه في ارض الملعب، حوافز كتيره جدا من مجلس الاداره.
بصراحة يعني كانت حاجة بالنسبة لنا جميلة جدا. هم مش كانوا موجودين شريف في الملعب، هو زارع روح قوية يعني جدا في لعيبة النادي الأهلي، جم الملعب هم معانا. مكالمة كابتن محمود طبعا بعد الماتش لما قلناها للولاد، وأنا شخصيا لما رئيس أكبر نادي في الشرق الأوسط يكلمك، وهو أسطورة كروية في النادي كابتن محمود الخطيب، يكلمنا ويبارك لنا على الأداء والروح، وهو دايما اتكى على الأداء والروح، وإن الولاد موتوا نفسهم وإن هم فعلا حس إن دول ناشئين النادي الأهلي، دي كانت حاجة غالية جدا عندنا، حاجة تدينا حافز وتحط علينا مسؤولية الفترة الجاية إن احنا عايزين مش نفضل على المستوى ده، عايزين نزيد كمان المستوى ده إن شاء الله. كابتن خالد بيقول لك زارع روح قوية جدا في الملعب. والله كابتن خالد عوضي ده حبيبي، هو عارف ان يعني هو يمكن شاهد ان احنا من واحنا اطفال صغيرين في النادي، اتولدنا جوه النادي، هو عارف ازاي ان احنا بنحب النادي، ودايما نكلم الولاد على النادي وحبك للنادي واخلاصك للنادي، وان الاهلي هو اللي هيكبرك. احنا كلنا، انا واقف مع حضرتك دلوقتي بسجل معاك عشان انا مدرب مرتبط النادي الاهلي، مش عشان انا مين او اللعيب ده مين. فالنادي الاهلي هو اللي بيكبر دايما اللعيبه، اللي بيدار المدربين الاداريين الدكاتره، كل حد بيشتغل جوه منظومه النادي الاهلي كبير بالنادي الاهلي. فدي دايما اللي احنا بنتكى على عليها مع الولاد ان شاء الله الاسبوع الجاي هنا في استديو الاهلي، قيمه التيشيرت اللي هم لابسينها، والحمد لله يعني فزنا الحمد لله. خالد بيبارك لك وبيقول لك انت الاسبوع الجاي موجود معاه في الاستوديو على الهواء مباشره. ده شرف ليا طبعا كابتن خالد، يعني اخويا يعني، وانا بصراحه من الناس اللي بحبها جدا، وشرف ليا ان اكون معاه. اليوم مبروك والبقاله لوالدتك. الله يخليك يا رب. كابتن خالد ده كان نقاش مع مدير الفني للنادي الاهلي، وانا عوده ليك كابتن خالد اتفضل. شكرا زميلي شريف شعبان. كابتن عمرو عنده حماس وروح، وعنده شخصيه مدرب، عنده شخصيه مدير فني قوي كمان. انا عايز اتكلم في نقطتين على الموضوع بتاع احمد الجرحي. كويس. احمد من الجوارح، جوارح دول يعني دول النادي الاهلي. هما جوارح النادي الاهلي، هو الاهلي ماشي في عروق الجرحي. يعني انا شفت احمد الجرحي في مباراة، كان بيلعبوا مباراة كرة قدم، ومجرد بس ان دخل فيهم جون الماتش الحمد لله الاهلي كسب، لكن مجرد ان هو دخل فيهم جون كان حي. احنا بس على الشاشة دلوقتي بس معانا وصول لعيبة النادي الاهلي حالا الى ارض المراهق، ده من قبل تقريبا نص ساعة من دلوقتي كان وصول لعيبة فريق النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن عمرو اتفضل. فاحمد الجرحي من الناس المدربين الواعدين، وجاله عرض السنة دي، ان انا ما اعرفش اذا كان الناس تعرف الكلام ده ولا لا. يعني احمد جرحي جاله عرض ما يترفضش السنه دي من احد الانديه في الاسكندريه، وهو رفض هذا العرض عشان هو بيحب ينتمي الى هذه المنظومه، منظومه النادي الاهلي. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه ان الاثنين مدربين بتوع 16 سنه هشام سعيد جميل من نادي الاتحاد السكندري واحمد الجرحي، ده ابن نادي الاتحاد وده ابن النادي الاهلي. حاجه جميله ان انت تشوف اللي كان لعيب اللعيب بيلعب وبيكبر وبيبقى مدير فني لفرقته ومدير فني النادي. احنا بس عايزين نقول ان هم، بص يا كابتن على الشاشات دلوقتي قدامنا فريق الاهلي لما وصل، الفريق الصغير او فريق الناشئين الاثنين بيسلموا على بعض، نزلوا قابلوا بعض والاحتفال، ومؤمن طارق خيري قدامنا اهو، الناس كلها بتبارك له. يعني حاجه جيل بيسلم جيل زي ما بيقول، زي ما قال كابتن خالد ان هو فعلا جيل بيسلم جيل. وكمان ان احنا نحس روح البطوله للولاد من هم صغيرين، دي حاجه هايله. واعتقد ان طارق خيري عامل توليفه حلوه من جهاز فني متكامل، نتيجته اللي احنا شايفينه دلوقتي دي اهم حاجه الحمد لله. المكسب ده حاجه طبعا جميله. ببارك لطارق على البطوله مقدما، وبارك لاحمد الجرحي على مجهوده الرائع خلال مشواره السنه دي، ما خسرش ولا مباراه ما شاء الله. نفس الكلام النادي الاتحاد برضو، هشام سعيد جمال عمل مجهود كويس، ويمكن دي كانت اول خسارتين لفرقه الاتحاد. قابل الاهلي خلال مشوار البطوله فرقه قويه قوي فيها فريق ناشئين، انا بتكلم على 16 سنه. تمام. فرقه سموحه طبعا. ففيها فرقه كويسه قوي، لكن تخطاها احمد الجرحي، بذل مجهود وقدر يدير المباراه. هو برضو الاداره، برضو اداره المباراه غير التدريب، يعني حاجه تانية غير التدريب، لكن اداره المباراه كانت رائعه. فانا بحيي احمد الجرحي وبحيي فرقه 16 سنه على مجهودهم اللي بذلوه من اول السيزون لاخره. يعني الحمد لله. كابتن هاني حاجه سريعه عشان ننقل على المباراه الاهم والمباراه الاقوى دلوقتي. التحكيم في المباراه 16 سنه كان في كلام، كان سيء 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 من وجهه نظرك، مش في كلام في الاربعه كوارتر ولا
هو يعني مش كان سيء عن تعمد يعني مش هنفترض عدم توفيق من الحكم يعني مثلا مش هنفترض مساله التعمد بس هي مساله فلسفه زايده يعني في بعض في بعض الحاجات الناس بتروح متفلسفه شويه زياده علشان يعمل توازنات مش مطلوبه. انت النهارده انت بتيجي على فرقه النهارده ما يضرش ان فرقه تكون كسبانه فانت جاي عليها ليه يعني بتصفر صفافير كمان بتاثر في الجيم خاصه في اولاد صغار انت بتحاول تربيهم انه يلعب تحت ضغط والكلام ده كله فالمفروض الرساله الواضحه انت بذلت مجهود اكسب ما تجيش بقى كحكم النهارده انت تتدخل في حاجه مش بتاعتك انت تصفر اللي في الموجود في الجيم. انا حقيقه كنت مستاء جدا من التحكيم النهارده رغم ما بنقولش موجه او ما بنقولش اي حاجه تانية بس أنا كان فارق في المباراه بتكلم ان اداء الحكم المفروض يكون احسن من كده في المرحله السنيه دي انت بتكبر نشأ بتكبر ناس عشان تدخلها منتخبات قوميه تلعب للبلد فالنهارده لازم يكون دي وجهه النظر الاساسيه انما النهارده مين اللي هياخد ايه خلي ده في الملعب يحدده اللي يلعب احسن يكسب الف مبروك الف مبروك ما علينا مين مش دي القضيه انما القضيه ان انا النهارده كحكم ابتدي النهارده اتفلسف اوجه واوقف لعيبه صغيره ما هو التيمبو بتاع الجيم ده ما هو مش كل لعيبه تعرف تتعامل مع متغيرات واحداث المباراه بشكل زي التاني فالنهارده اللعيب الصغير ده لما انت بتيجي توقف مسيرته يعني هو الراجل بيبقى مثلا طالع اوفنسيفلي والناس بتلعب كويس وتروح مصفر عليه تشارجات ومصفر عليه او ما تصفرش خالص يعني الراجل النهارده الحكام كان في ضرب يعني ضرب احنا معانا حالات هنعرضها دلوقتي بس عشان ده وصول بس الاهلي ودخول اوض الملابس الناس بتحب تشوف اللي على الكواليس كلها فاحنا معاهم لكن في كذا كوره في الجيم يعني الحكم كابتن خالد جيري عفوا مدرب نادي الاتحاد السكندري جيري جوه الملعب والماتش شغال اعتقد هيوريها لنا دلوقتي على الشاشات يعني جيري جوه الملعب مظبوط مظبوط يعني انا كحكم مفروض ان انا زي ما قال كابتن هاني ان انا بصفر اللي قدامي ماليش دعوه باي شيء في الماتش تاني لان انا قاضي انا راجل قاضي فلما الاقي حكم عدل ان حكم عدل اهي بص انا عايز بس الكوره هتمشي بص وهو دي كوره من الكور اتحسبت على النادي الاهلي ماشي ماشي يا عمارة لا الكوره في كوره اللي هو المدرب نزل ارض الملعب لو سمحت دي حاله من حالات لا هو اهي بص دي واحده والولد راح حسبها تكنيكال فاول اعتقد مظبوط لا دي تكنيكال فاول بس كانت على المدرب لان هو اعترض في الكوره دي بالذات ان هو ان الكوره لمست المدرب اتحسب في الرباط طب ايه مدرب اتحسب كان ده وصل لغايه فين وصل احمد الجرحي هو اللي عايزين نقول ان هو لا يعني مثلا ايه المدرب سواء هشام سعيد جمال اللي هو المدربين الممتازين او احمد الجرحي لا ارجع تاني ارجع تاني انت قصدك ارجع تاني هو بيعترض على الحكم ارجع بص بص رجليه فين رجليه جوه الخط جوه الملعب جوه الملعب اصلا في كوره قبلها هو نزل يغير تقريبا دايره السنتر بتاع الملعب لما كنا 58 بالظبط انا دلوقتي لما انا معلش انا كجهاز فني النادي الاهلي لما اجي اشوف حاجه زي كده مفروض ان هي تستوجب اجراء معين من الحكم وانت ما خدتوش انا شعوري يبقى ايه ناحيتك يعني وتيجي تصفر عليا برضه في صفارات هنقول كل حكم وليه رؤيته بس لازم تاخد الصفاره دي عشان لما تيجي تصفر عليا يبقى انا نفسيا مستريح لك وبالتالي ان انا الماتش هيخلص بسلام انما انت لما تنزل بص الاقي المدرب نزل لغايه نص الملعب وانت ما بتاخدش منه اجراء طب افرض انا نزلت نص الملعب انا كمان هتعمل معايا ايه؟ صح لا بص خلينا نقول يا كابتن بس عشان احنا لازم هنروح تقرير مهم دلوقتي عشان نخش على المباراه تقريبا ثلث ساعه لكن خلينا نقول ان التحكيم لازم يكون تحكيم عدل بين الفرقتين وما يجيش يعني برضه يكون في حكام عدم توفيق وتوفيق خلينا نقول ان الكلام ده بيحصل كتير يعني نفترض الكلام ده هو نفترض حسن النيه نفترض حسن النيه بس هم النهارده انا مش هنفترض حسن النيه لا ما هم النهارده ما كانوش انا عايز اقول حاجه واحده انا كنت قاعد في قاعده كان فيها كتليبه اللي هو مسؤول عن التحكيم في الاتحاد الدولي كويس وقال كان اشار الموضوع نجوميه التحكيم النهارده التلفزيون بيصور فرقتين بيلعبوا والحكام تحت ضغط طبعا فاينل وكلام من ده لكن انا عايز اقول انه بيتغير الاتيتيود بتاع الحكم لما بيشوف كاميرا انا معاك يبتدي يطلع نجم عارف ليه انا معاك نجوميه التحكيم دي بتبوظ لك فلسفه عارف ليه انا معاك لو طلع نجم باظت العمليه عارف ليه انا معاك عشان دي اول مره ننقل البطوله والله الدوري مرتبط 16 سنه والله سنه ممكن انا عايز اقول لك اتقال لهم ان لو حكم طلع نجم المباراه ده دليل ان انت عملت ماتش سيء
الناس مش جايه تتفرج على حكم بيصفر، الناس جايه تتفرج على ناس بيلعبوا باسكت. يبقى الحكم كان نجم المباراه. طب خلينا نروح لتقرير عن مباراه النهارده، ونرجع من التقرير نتكلم عن المباراه المهمه والمرتقبه اللي هي الاهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط. مع دقات الساعة 6 من مساء اليوم يسعى فريق كرة سلة بالنادي الأهلي لحصد لقب دوري المرتبط للموسم الثالث على التوالي، وذلك حينما يواجه نظيره الاتحاد السكندري على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية. الأهلي فاز أمس الاثنين بلقائي المرتبط تحت 16 سنة بقيادة مديره الفني أحمد الجرحي بنتيجة 82-65 نقطة، فيما انتزع الرجال بقيادة طارق خيري في مباراة تاريخية بعد العودة من بعيد للفوز على الاتحاد بنتيجة 68-65 نقطة. المارد الأحمر صعد للنهائي بعدما تخطى العديد من الصعوبات، على رأسها الزمالك في دور الثمانية وسبورتينج السكندري في النصف النهائي. طارق خيري يتسلح بالعديد من العناصر المميزة، من أهمها أحمد السلعاوي، حاتم البحيري، مصطفى مشعل، الأمريكي تود أوبراين، طارق الغنام، في ظل غياب عنصرين من أهم عناصر الفريق وهما إبراهيم الجمال ورامي جنيدي. الأهلي نجح في الفوز بلقبي دور المرتبط خلال العامين الماضيين، حيث توج بلقب البطولة قبل الماضية على حساب نظيره سبورتينج، أما لقب البطولة الماضية فكان على حساب نظيره الجزيرة. زي ما شفنا الحمد لله تقرير على المباراة امبارح ومباراة الدوري المرتبط، خلينا نخش على المباراة المهمة المرتقبة النهاردة، الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي الدوري المرتبط. كابتن هاني شايف المباراة ازاي؟ هتريح؟ هتروح لضهر؟ لا ما افتكرش انها هتريح، يعني انا ما افتكرش ان يعني اي مباراة بتبقى ما بين اقطاب، يعني اقطاب كرة السلة المصرية ما ينفعش يكون فيها تريح، يعني هو النتيجه حسمت خلاص، النادي الاهلي فاز ببطوله الدوري المرتبط، الدوري انتهى، الدوري خلص، ده لقب والناس خلاص حصلنا عليه كنادي اهلي. انما النهارده في مباراه في الملعب، المباراه دي ما زالت ما بين افراد عناصر لعبه، كل واحد فيهم النهارده بيقول على نفسه ان انا راجل متميز وسوبر. ده سيناريو للمباراه، ان يكون مباراه فيها حافز النديه ما بين اللعيبه وبعضها. تمام. كأهداف مين كسب؟ خلاص الدوري خلص، ما هو انتهينا القصة، فما فيش حافز لكن أكيد في كابتن طارق خيري ليه هدف وكابتن عمرو خيري ليه هدف. تأكيد طبعا، النهارده هم كانوا بيقولوا على فريق اتحاد السكندري انه فريق الأحلام، وانه هو فريق يعني دي حقيقة، هو ما خسرش ولا حاجة في التمهيد. يمكن النادي الأهلي كان برضو عنده شوية تعديل مواقف نقول، أو تظبيط أداء فريق بسبب إصابات وبسبب أحمال وبسبب سفر، بسبب مواضيع كتيرة أدت إلى أنه يخسر 3-4 ماتشات في السكة ما كانوش مؤثرين، لأن هو في النهاية برضو النادي الأهلي وصل للفاينل، النادي الأهلي كسب الفاينل بالظبط. فالنهاردة احنا بنتكلم أداء، لا طارق خيري شابوه، راجل عمل اجتهد وعمل اللي عليه وقدر أنه يظبط فرقته ووصل في النهاية بيها أنه يكسب بيها. كابتن عمرو ابو الخير طبعا كان معاه منتخب مصر، كان معاه عناصر كتير من فريقه اللي موجوده كانت معاه في منتخب مصر، 9 لعيبه. فالنهارده احنا بنتكلم ان هو كان حتى المفروض جاهزيه فرقه الاتحاد تبقى اعلى، لان هم بيشتغلوا نفس الشغل، ولسه جايبين بطوله وكسبوا بطوله عربيه. رغم ان اعتراض انا معترض شكله على موضوع، خد بالك على مستوى مصر النهارده احنا ما بقيناش خلاص مصنفين، يعني للاسف احنا خسرنا بطوله عربيه هنا، خسرنا للسعوديه، خسرنا في بطوله افريقيا برده ما طلعناش حتى خامس. فالنهارده مساله ان احنا فرق احلام وكلام، وده لا احنا مش في الحته دي دلوقتي، خلينا نقول اتحاد السله هيجهز نفسه للمرحله اللي جايه، مش في الحته دي دلوقتي. احنا هنا دلوقتي بنلعب في دوري محلي، بنحاول نتنافس بفرقنا المحليه بعناصرنا اللي موجوده، اللي فيها هيأدي النهارده احسن هيكسب. تمام. كابتن عمرو لو مكان كابتن عمرو الخير النهارده هتارجت فرقتك ازاي؟ هتديها هدف ازاي؟ بتلعب فاينل وهو مش فاينل، يعني على الورق ولا حاجه. هو هيبقى يعني انا عايز اقول ان هيبقى
نازل الماتش عمرو ابو خير نفسه وهو صديق عزيز وغالي طبعا طبعا. عمرو هيبقى نازل هم كله ان هو عايز يكسب المباراه عشان يبقى حاجه شرفيه لنادي الاتحاد ان انا ان انا قدرت ان انا اوصل بالفرقه ان انا كسبت بطل الدوري. لكن هذا لا ينفي ان الاهلي بطل هذه البطوله وخلاص احنا قربنا نكتب البطوله بس بطريقه خير لان من كتر من ثلاث سنين ورا بعض ثلاث مرات ما شاء الله اداء متميز من 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 طارق الله يكون في عون عمرو طبعا طبعا لان عمرو جمع السنه دي فرقه من الشرق والغرب ورجع لعيبه طبعا عمل ميكس مجهود ميمي مصلحي محمد مصلحي محمد مصلحي طبعا عامل شغل عالي جدا محمد مصلحي عامل معاه شغل هايل فرجع له لعيبه مش لعيبه سنيده لا ده رجع له نجوم لكن دايما على موضوع النجوم الكتير ده كسره النجوم فيها مشكله فيها مشكله زي ما بيجي لك في المنتخبات انت دايما زي النحل كده زي كله زي خليه النحل في ملكه وفي ناس بينزلوا يدوروا الرحيق فين وفي ناس بيروحوا يجيبوا العسل يعني كل هي منظومه ما ينفعش الخليه تبقى كلها ملوك فده اللي انا قصدته اعتقد كسره النجوم هي المشكله اكيد مشكله يعني مسببه مشكله لكن انا برضو عايز اتكلم ان الاهلي طارق خير عمل شويه صفقات السنه دي انا بحييه على حاتم البحيري حاتم البحيري كان بيلعب في نادي الاتحاد السكندري طب هيروح سبورتنج لا هيروح الاتحاد هيروح سبورتنج لا لان حاتم البحيري موجود في النادي الاهلي واعتقد ان هو اداؤه من احسن الولاد الموجودين وطبعا الفرقه كلها اداءها كويس الحمد لله رب العالمين ربنا يكملهم على خير النهارده لكن لا مش كلها لكن عنده واحد زي السلعاوي نجم هنروح نخش على التحليل نفسه كابتن خالد امبارح واحنا لو اتفرجنا على المباراه النادي الاهلي بيلعب من تحت الحلقه كويس جدا او الميديم بمعنى اصح في الباسكت بتقولوا كده لكن عندنا الشويطه بتوعنا من 3 بوينت ما كناش موجودين عكس نادي الاتحاد رايك النهارده الوضع شكله ازاي النادي الاهلي برضه هيستمر على هذا الاداء ولا ايه هو خلينا نقول ان برضه السبب ان النادي الاهلي امبارح ما كانش بيلعب اكتر على 3 بوينت عشان عنده 2 لعيبه ابراهيم الجمال ورامي جنيدي من احسن الشوترز اللي في مصر 3 بوينت الاثنين دول مصابين 3 بوينت كويس بس هنا في المقابل عندنا الدهشان بيشوت 3 بوينت عندنا البحيري بيشوت 3 بوينت عندنا مودي بيشوت 3 بوينت ابو النصر بيشوت 3 بوينت بس هو النادي الاهلي امبارح وهو نازل كان في تركيز اللي هو احنا بنسميه التركيز زياده عن اللزوم اللي هو بيطلعك بره الجيم شويه فهنلاقي ان عكس نادي الاتحاد الاتحاد نزل فايتر فايق شوت 3 بوينت طلع 12 بوينت دخل في الجيم اسرع النادي الاهلي بسبب ان هو حتى هنلاقي النادي الاهلي طول عمره دفاعاته كويسه ممتازه جدا هتبص تلاقي ان هو الدفاعات في بدايه الجيم كانت مش مظبوطه خالص بالظبط فالسيستم بتاع النادي الاهلي كله سواء التكتيك سواء الدفاعات سواء حتى الفاست بريك بتاعه ما كانش ما ادهوش بنفس الريتم اللي ادى بيه الشوط الثالث والرابع تمام. النادي الاهلي اول ما ابتدى يحسن دفاعاته ويطلع فاست بريك وانا عايز اشيد بقى بمودي هنا مودي الجرحي في الموضوع ده تمام مودي الجرحي اول ما نزل حط النادي الاهلي والفرقه بتاعته بالفاست بريك وحطها على التراك دي حقيقه ابتدى يجري ابتدى النادي الاهلي بعد حتى هو ما طلع خلاص ابتدى يفتكر ان في حاجه اسمها فاست بريك وفي ان انا لازم في يبقى في زياده عدديه عشان اقدر مفاتيح لعب اعتقد بالظبط لان انا برضو. تحت الباسكت مانيش جامد قدام لعيبه الاتحاد قوي ان فلازم انا اخلص اجيب عشان اجيب سكور لازم يبقى عندي الاوبشنز بتاع الفاست بريك تمام عايز اضيف بقى طارق الغنام يعني طارق الغنام اضافته فرق جامد جدا مع النادي الاهلي لان هو عنده كاريزما في الدفاع بالذات نادي الاتحاد لو هتلاحظ ان خلال لما طارق الغنام نزل ما بقاش ينزل تحت الباسكت كان الاول هو بيفتح الملعب بنتريشن وكيك اوت ويشوطوا من بره الناس طلعت على اللي بره بينزل الكره تحت وشفنا رامي لعب بالبيفوتات كام كره هو وهيثم لما نزل طارق الغنام الكلام ده اتمنع تماما وابتدى النادي الاهلي يستعيد السيطره فاتكشف نادي الاتحاد اتكشف لي طارق خيري وازاي انا اقدر العب من غير
الاوتسايد شوترز بتاعتي، وفي نفس الوقت نادي الاتحاد ابتدى يعرف ان في السلعاوي، ان في مشعل هيمسك جلوي، وحد من خطورته تماما، ان في سويتشات هتتعمل لما طارق خيري لعب بسنتر واحد بس، فهيبقى الاثنين خلاص كشفوا بعض. النادي الاهلي عايز يكسب عشان يقول انا البطل ويأكد انا البطل. نادي الاتحاد السكندري عايز يبوظ الفرحه على النادي الاهلي ويقول لا انا مفروض ان انا الطبيعي، بس حصل لي دروب في الماتش ده، فالنهارده هيبقى ماتش نار. ماتش نار نار. ده راي كابتن خالد بخيت. كابتن هاني متفق ولا مختلف؟ انا يعني يمكن اختلف شويه مع كابتن عمرو في حته ان كل لعيبه النادي الاهلي ادت اداء جيد. لا مش كلهم ادوا اداء جيد. تمام. في لعيبه كان المفروض تادي احسن من كده بكتير، بس اعتقد برضه انا مع كابتن خالد يعني في تركيز زياده امبارح على اللعيبه. بص التيمبو امبارح هو طارق اللي امبارح نجح بشكل جيد في انه يقود المباراه. ما احنا النهارده احنا بنتكلم في مديرين فنيين، النهارده كان مدير فني طارق اجاد انه يقود المباراه، لان هو خدها البدايه كانت ضعيفه جدا ديفنسيفلي، يعني النهارده هم ما كانوش بيلعبوا ديفنس كويس في اول كوارتر واحد واثنين. في الدفاع كان كل الشغل اختراق ما بين سلعاوي، هو اللي كان شايل تودو براين. لا تودو براين ما كانش لسه لاعب. احنا بنتكلم في الكوارتر الاولاني، هو الكوارتر الاولاني كان سلعاوي اللي شايل الجيم من الاول خالص، هو اللي بيخش بيعمل لايبس، دخل حاطط له 9 بونت ولا حاجه، وبعدين تعب غير. المهم ان طارق قدر يعدل نفسه ويعدل التيمبو بتاعه. لعيبه الاتحاد لعبت الجيم ده من فوق شويه. يعني ايه من فوق؟ يعني حاسين بنفسهم، حاسين ان هم اعلى، حاسين ان هم اجهز، حاسين ان هم في اي وقت يقدر يكسب. الرياضه ما بتعرفش كده، الرياضه ما بتعرفش الكلام ده، بتعرف الملعب، الرياضه بتعرف مجهود بالظبط. النهارده واحنا النهارده في توفيق وعدم توفيق في الاوفنس، يعني حضرتك وانت بتشوط ممكن ربنا يوفقك او ما يوفقكش، انما الديفنس هو مجهود. اللي بيبذل مجهود بينجح وبيقدر ان هو يوقف الراجل اللي قدامه. تحت الباسكت الاتحاد امبارح لعب احسن من الاهلي تحت الباسكت. تمام. يعني هو قدر يحط سكور كتير من هيثم ومن رامي ومن كذا حد، قدروا يوصلوا. كان احنا المشكله اللي كنا بنعترض عليها ان احنا دفاعيا ما كناش جيدين في اول كوارتر وتاني ثالث ورابع. لما عدلت ادائك الدفاعي قدرت توصل ان انت توقف لعيبه الاتحاد، ما بقاش قادر يدخل، عوضت 19 بونت انت كنت خسرانهم، ورجعت في الجيم كويس جدا، وقدرت ان انت تعمل كنترول على التيمبو بتاع المباراه. بقيت انت ماشي سرعه الماتش. اعتقد مودي الجرحي زي ما كابتن خالد قال وزن الملعب. بالظبط. كل اللعيبه ادت بروح قتاليه عاليه جدا الثالث والرابع، عشان بس مش بنتكلم فنيا، فيهم اخطاء فنيه عاليه، انما الروح القتاليه كانت روح النادي الاهلي، هي دي روح الفانيلا الحمراء. تمام. الناس نازله تقاتل علشان المكسب، وهو ده النهارده، هي ده ده روح الرياضه اساسا. انت النهارده حضرتك في الرياضه لما بيبقى عندك روح المنافسه، ان انت بتنافس ممكن تبقى مش متوفق، بس عندك روح منافسه هتلعب ديفنس قوي، هتعوض كتير حاجات كتير، هتقدر تكسب. دي حقيقه، وده اللي حصل امبارح. والنهارده انا شايف برضو من الاتجاه العام ان هتكون مباراه، يعني بمعنى ان في تنافس، وحضرتك طول الوقت بتقول على ده لعيب سوبر وبتقول على ده لعيب مش سوبر، فانا عايز ان انا النهارده انزل انا وانت. واعتقد ده مباراه اثبات الذات للاعبين النهارده، اللعيبه مع بعض اثبات ذات، عايزين يتنافسوا مع بعض. منتخب مصر قصاد واحد كان واحد ابراهيم جمال بس اللي كان منتخب مصر. اعتقد ان هم لازم يكونوا لازم يكون في منافسه. لازم اكلمك على اثنين امريكان، تودو براين ورامون جالوي. تواجدهم في ارض الملعب امبارح قبل ما نطلع بالمباراه كنا بنتكلم على رامون جالوي، قالوا ان هو سوبر ستار ما قداش اللي عليه. النهارده يقدر يغير من نفسه سريعا ويخش في المباراه مع نادي الاتحاد السكندري؟ هو كلاعب محترف طبيعي ان هو يؤدي اداء افضل من الاداء اللي هو بيأديه. نفس الكلام كانت مشكله عند طارق في النادي الاهلي، كان جاب لاعب اجنبي وغيره. تمام. التغيير دي جت ان تايم، لان احنا بدايه لو رجعنا شويه لبدايه السيزون نلاقي ان النادي الاهلي في بدايه السيزون تعثر. طب في تعثر مع نادي الاولمبي ده معقول؟ معقول، لان هو كان عوده من حضرتك عارف لما يبقى في بطوله افريقيا تصفيات المنطقه الخمسه، طارق سافر اخذ فرقه النادي الاهلي واخده اول، وكان ماتشات جامده جدا وقويه جدا، رجع منها على ماتشين ثلاثه في الدوري العام، وبعدين سافر الحريري ورجع. مفيش فرقه بتلعب ثلاث بطولات من غير ما الكيرف ينزل، فنزول الكيرف ده ادى في بدايه المشوار ان الاهلي ان ناس في ناس يعني بعض اللي بقول عليها النفوس الضعيفه قالت لا 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 ده الاهلي مش هيقوم تاني، ده عنده 6 اصابات
وعنده لسه راجع من بطولتين وفي النص ما بينهم اسبوع، الاسبوع ده لعب فيه ثلاث ماتشات في الدوري المرتبط. قصاد الكلام ده الناس قالت لا لا لا، ده الاهلي بادي السيزون وحش قوي مش هيوصل، وكان اكثر المتفائلين. العبره بالنهايات. هو ده بقى كده. هو لا لا، انا بقول ان الجهاز الطبي اللي موجود مع طارق ده جهاز طبي محترم، قدر يرجع اللعيبه، بعض من اللعيبه مش كلهم رجعوا، بعض من اللعيبه المصابين يرجعهم زي ابو النصر، وحاول يرجع رامي. على فكره رامي اتصاب في المنتخب، مش ما اتصابش في ماتشات الاهلي. رامي جنيدي. رامي جنيدي من احسن اللعيبه الموجودين في مصر وشويطه. و الرجعه دي الناس كلها فوجئت باداء الاهلي، وانا نفسي انا بشيد باداء طارق في مباراته ضد الجزيره. يعني في ماتش كان اكسترا تايم، وماتش الثاني سبورتنج ماتش اكسترا تايم في نصف النهائي. الماتش اكسترا تايم ده احنا الاهلي خسرنا الماتش، ومع ذلك اداء المدير الفني رجع عمل كامباك ممتاز بفكر متميز، قدر يخلي الفرقه دي تحس انها لا هي قادره انها تكسب الماتش اللي بعديه. عشان كده تاني يوم هم كسبوا وفازوا وبفرق السكور ووصلوا للنهائي مع الفوز المرتبط. الحته الثالثه اللي انا قلت لها حضرتك عليها اللي هي بتاعت الجوارح. كويس. مودي الجرحي من الجوارح برضه نفس الكلام. زي اخوه. وعلى فكره مودي مش طبيعي. مودي روح وحماس. لا لا لا، حماس عالي وروح رهيبه. وعلى فكره احنا ما صنفناهوش، يعني خالد لما كان بيتكلم ما صنفش مودي من الشويطه. مودي شوط كويس جدا. لا لا، صنفه شوطه كويسه. بس اقول لك على حاجه، مودي من هو صغير انا رحت للكابتن حسني الجرحي قلت له يا كابتن حسني، ما حسني كمان من الجوارح. ما طبعا ابوه مودي من احسن الشوترز في مصر، بس هو بيحب يلعب فرقته، خليه يشوط اكتر لان ده برضه بيفيد الفرقه. انما مودي الجرحي بيشوط قليل في الماتش، عشان كده ايه الشوترز ده اللي انا اول اختيار ليا، اوبشن ليا ان انا هاخد الكوره شوط. انما كنسبه لا، مودي نسبته عاليه جدا. انما انا الاختيار الاول بالنسبه لي ان انا يتلعب عليا ان انا شوط، لا، وده سبب في مودي. انا طيب عايز يلعب فرقته. سؤال، لو انت النهارده في الملعب مكان كابتن طارق خيري، داخل عليك دوري سوبر هو الاقوى والاهم في دوري الباسكت صراحة، تمام، تريح لعيبتك ولا تلعب فول باور ولا تعمل ايه؟ انا يعني صراحة هقول لك حاجة، الباسكت بقى دلوقتي، يعني زمان كان في خمسة بينزلوا، ستة بيلعبوا، سبعة بكتير قوي. سبعة ماتش عندنا اصابات كمان. اتفضل. دلوقتي شوف رغم كل الاصابات اللي عندك، انت امبارح لعبت بكام لعيب، فهو الماتش لازم يتوزع. فاللي هو مش هيريح حد، لان انت اوريدي عندك اصابات كتير. طارق الغنام ما يقدرش يلعب كتير علشان ظهره، بينزل في الوقت المؤثر. عندك شباب صغير، ودي من ميزه طارق خير ان هو خلال السنتين اللي فاتوا ثلاثه دفع بمجموعه كبيره من الناشئين عشان خاطر وصغار السن، واداهم الثقه ان هم يلعبوا. فانت تقدر برضو النهارده ان انت توزع على اكبر عدد ممكن، وده من لعيبه يعني انت بوجهه نظرك ان هو هيوزع الجيم ده على اللاعبين كلهم. لازم، وانت كسبت امبارح كده برضه بسبب اللي انت وزعت الكلام ده. انت كل واحد فيك عندك ميزه. انا بس عايز اضيف حته بسيطه قوي. اتفضل يا كابتن. ليه الاهلي كسب امبارح؟ الاهلي كسب امبارح لان جه في وقت من الاوقات اللعيبه والمدير الفني حط السيستم ان اللي يلعب على الباسكت هو اللي موفق دلوقتي. الاتحاد السكندري بداياته، فعشان كده هم عدوا. كان الاختيارات مين يلعب على الباسكت كانت محسوبه بدقه كبيره قوي، ولاعيبه الاهلي مش انا عندي فرصه، لا مش هلعب على الباسكت، مين اللي عندي بيقدر يجيب؟ لا خد هات. اعتقد كانت روح النادي الاهلي امبارح بالظبط في الدنك اللي جه، اللي هو اعتقد اول واحد اللي هو كان السلعاوي. السلعاوي روح مش طبيعيه، يعني هي دي روح النادي الاهلي. والسلعاوي خلى النادي الاهلي عنده التشانس ان هو، يعني لولا تالق السلعاوي في الكوارتر الاولاني والثاني كان الجيم ده راح من الاهلي، لان انت طلعت 12 بونت، معظم لعيبه النادي الاهلي مش مستواهم الحقيقي، السلعاوي هو اللي شال الجيم في الوقت ده. الاتحاد السكندري حصل العكس بقى، الاتحاد السكندري انا بدايتي كويسه قوي وكله عمال يشوط يجيب وكل واحد بيعمل حاجه،
متوفق فيها. لما النادي الاهلي عمل ديفنس وخد ديفنس مظبوط، ابتدى النادي الاتحاد بيلعب بنفس السيستم، اي حد يلعب على الباسكت، بجيب ما بجيبش، لا انا كنت بجيب قبل كده، وابتدى شوط ابتدت الناس بتقل، ابتدى النادي الاهلي يطلع. فهو ده السبب ان اداره برضه طارق خيري ويحط مين اللي يقدر يلعب على الباسكت في الوقت الحرج، هو ده اللي نجح النادي الاهلي امبارح ان هو يكسب. الحمد لله كابتن هاني على نادي الاتحاد السكندري والقوه الضربه وتسعه منتخب مصر، كابتن طارق خيري يلعب ازاي؟ يدافع على نادي الاتحاد السكندري ازاي؟ شوف انا يعني انا لو من طارق النهارده برضو انا مش هعرض لعيبتي اللي هم معرضين لاصابات ان انا اجهدهم لان ملوش احتياج، بس لا هفتح مساحه لبقيه اللعيبه اللي موجودين، ما انا عندي روستر طويل يعني عندي عدد لعيبه، فانا عندي لو طلعت طارق بره التشكيله مش هتفرق معايا لان مش محتاج ان انا اجهده، هدي وقت لكل اللعيبه اللي موجوده عندي في الفرقه. برضو يعني كون ان احنا بنكسب من غير الستارز اللي موجودين، يعني النهارده انت عندك ابراهيم الجمال المفروض ان هو راجل ستار، انت بتكسب من غيره، فالنهارده كونك بتكسب من غيره ده معناها ان الفرصه متاحه لاي لعيب وان كل اللعيبه اللي موجودين زي بعض. يعني مفيش اصلا فوارق كبيره ما بين احسن لعيب واوحش لعيب، اللي هو القصد ان الدنيا يبقى فيها دروب ما نقولش كده. طبعا في لعيبه كويسه ستارز وكل الكلام ده جميل جدا، انما كون النادي الاهلي مثلا يوصل ان هو من غير رامي ومن غير ابراهيم ومن غير لعيبه مؤثره المفروض جدا بالنسبه له او سوبر ستارز عنده ويقدر يوصل ان هو يكسب، برده يوريك ان المنظومه كلها بتاعت الباسكت ما بتعتمدش على ايه، على ان لعيب واحد يبقى توب ستار. لا، انت عندك الجهد متوزع، واحنا اتفقنا ان النهارده اللي هيلعب ديفنس كويس هيكسب ايا كان هو مين، اوفنسيفلي هيتوفق، لو انا مش متوفق اللي جنبي هيتوفق. فالنهارده الدفاع هو الجيد. احنا على حاجه وهرجع حاجه على طول، النادي الجزيره وسبورتنج بيلعبوا دلوقتي، ونادي الجزيره كسبان سبورتنج 76 68 ناقص 3 4 دقائق، اول ما نخلص هنروح لملعب المباراه باذن الله. كابتن هاني انسب اسلوب دفاع، هل هو زون ديفنس؟ هل هو الراجل مان تو مان؟ هل ايه بالظبط؟ لا ده بتبقى على حسب يعني حسب رؤيه الملعب بعد رؤيه ماتش امبارح. وبص لا مش رؤيه ماتش، يعني انت بتلعب الفرق اللي قدامك، فالنهارده حسب الراجل بينزل قدامك بايه، يعني نازل فرقه طويله، نازل فرقه متوسطه السايز، بيلعب تحت الباسكت، نازل بسناتر. طب نازل كابتن عمرو عاشور هينزل بمين النهارده؟ كابتن عمرو النهارده كابتن عمرو عبد الخير هيبدا ازاي؟ انا اعتقد ان عمرو ابو الخير انا قلت ان هو يعني هو هيبتدي هذه المباراه عينه على المكسب، لان هو عشان يقول انا كسبت بطل البطوله دي، اول هدف دي ليه. اول هدف ليه ينزل بمين في الملعب من الفرقه دي؟ هو ينزل بمين دي هي طبعا صعب ان انا اقولها، لكن انا اتوقع يعني كويس. هو طبعا بوديا هينزله كبلاي ميكر اللي هو بيقولوا عليه احمد عادل كويس. هو ولد صغير ولد لعيب كويس مجتهد كويس. وزي ما قال هاني في ان هو الولد في الديفنس يعني يمكن في حظوظ في الاوفنس، لكن لا في الديفنس هو مجتهد كويس. هو مجتهد دي حاجه، واعتقد احمد الصباغ اداؤه خلال الفتره اللي فاتت اداء متميز. ابن كابتن الصباغ مظبوط، ابن طارق الصباغ. انا بقول لك النادي الناديين كلهم يتقال عليهم ابن الوز عوام. ابن الوز عوام تمام، هو عنده شوشه، هو شوشه في نفس المكان، هي دي حته عامله له ازمه. ما هو دي اعتقد ان هو هيبتدي بالاثنين على اساس ان احمد هيلعب شمال الصباغ وشوشه شمال، هو اشول هيلعب شمال وشوشه هيلعب يمين، وهيحط اثنين بيفوتات، واعتقد هو مش هيبتدي بالمحترف، مش هيبدا بالمحترف، لا اعتقد هيبدا بهيثم ورامي، لا هيبتدي ان هو بهيثم ورامي. اعتقد زي ما قال كابتن هاني كده ان هيثم ورامي هم المتواجدين في الساحه، اثنين لعيبه من منتخب مصر وبيلعبوا باريحيه. لكن انا عايز اقول بس حاجه كده، هنقل نقله صغيره كده، اتفضل. ان في المقابل في النادي الاهلي انا عايز اقول في عملاق في عملاقه النادي الاهلي اسمه طارق الغنام. ما شاء الله. طبعا يا شباب انا مش عارف اقولها ازاي. طارق الغنام ده قصه لوحده يعني اسطوره. لا قصه طبعا، طارق الغنام الناس بتقول احنا طارق بطل بقالهم 3 سنين، طارق بطل لا لا لا، طارق عمود من اعمده البطولات في النادي الاهلي طبعا. طارق الغنام وجوده في الملعب، التزامه مع كابتن طارق خيري في اثناء التدريبات واثناء المباريات، بيجبر كل واحد في الفرقه تسوله نفسه ان هو يدلع، اذا كان الكبير بتاعنا ما بيدلعش،
الذكاء الكبير بتاعنا بيؤدي. يبقى هو مثال للانضباط والالتزام ومثال للخصم مرعب الحقيقه يعني وجوده في الملعب يعني يعني كديفندر طارق والله يعني فعلا اللي اتفرج على الجيم امبارح يعني طارق وقفته في وسط الزون مرعبه بالنسبه للفرق الثانيه مرعبه بيحصل لهم قلق اي حد بيفكر وهو ما بينطش يعني هو مش باذل مجهود بس هو وجوده لا قلق لوحده يعني قدامه تقيس السنتر الثاني اللي بنلعب بيه مثلا سيف لا الناس واخده اريحيه على انها تعدي قدامه وتحط الكره من تحت ايده لا طارق مفيش الكلام ده حتى وهو هو يعني مش بجهده البدني العالي ابدا الوز عواب وابدا الوز عواب لا هو كتير راجل طارق غنام نجم النجوم كابتن طه الغنام والده اخته الحبل الغنام يعني نجوم كلهم باسكت لا وعمو عاطف يعني هم عيله كلها كلها العيله كلها يا باشا احنا منتظرين ابن طارق يا ابن خالد كويس قوي والله طب كابتن خالد النهارده كابتن عمرو عاشور قال احمد الصباغ وهيثم ورامي وشوشه وبودي تمام النادي الاهلي يبدا عليهم ازاي لو هم الخمسه اللي في الملعب بص هو النادي امبارح طارق ابتدى بتشكيل اعتقد ان هو ده اللي هيبتدي بيه النهارده اعتقد لان خد بالك انت لما بيبقى انا عندي مجموعه من اللعيبه مستواها متقارب انا ممكن افاجئ الخصم اللي قدامي باي تشكيل تمام ممكن ان انا اعمله فانا بس انا اعتقد ان هو هيبتدي بالسلعاوي وسيف وحاتم البحيري ومحمد ابو النصر ومعاهم يا اما كريم دهشان يا اما مصطفى مشعل كريم دهشان او مصطفى مشعل تمام هم دول الخمسه اللي هيبتدي هم دول اللي هيبدا بيهم ده يعني احتمال كبير ده وجهه نظرك آه. كابتن هاني امتلاك السله هو امتلاك زمام امور المباراه اساسي 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 مين يمتلك السله النهارده لو الاتحاد نازل بالتشكيله اللي كابتن عمرو بيتكلم فيها دي هيبقى هو اتقل كده تحت الباسكت اتقل هيقدر يلم ريباوند يقدر يلم ريباوند اكتر ويقدر ياخد اوفنسيف ريباوندز اكتر لان هو يعني هيثم بيتميز بان اطرافه طويله ايديه طويله والتايمنج بتاعه حلو كذلك رامي التايمنج بتاعه حلو يعني لما بيتارجت الكوره بيعرف ياخدها بشكل سهل فهيبقى عندهم سكند شانس كتير على الباسكت فالاهلي يعني هو طبعا برضو كابتن خالد لما التشكيله اللي هو قالها دي طبعا يعني اقرب للواقعيه لنفس تفكير كابتن طارق هيبقى كده ان هو يبدا ياخد الشوك الاولانيه بتاعه الجيم الاول خمس سبع ثمان دقائق دول بلعيبه ما تتاثرش ويطول نفس المباراه بحيث ان هو لو له احتياجات تتمد كمان شويه يعني النهارده مش عايز اخش باللعيبه الثقيله بتاعتي الاول يقوم يتعبوا مني بدري برضو مفيش موتيفيشن يعني مفيش حافز عالي فانا هبدا بالشباب الاصغر شويه في السن علشان يجروا شويه ويقدروا ان هم ايه يستنفذوا من طاقه البدايه بتاعت نادي الاتحاد الاول فيعني ده توقعي ان تقريبا برضو هيبقى زي الكابتن خدمه بيقول كده التشكيله يعني. طيب يعني هنريح وهنخرج لفاصل وترجعوا لنا مره ثانيه عوده مره ثانيه الى الاستوديو التحليلي ومباراه الاهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط لسه عندنا اسئله كتيره لضيوفنا لسه عايزين نقول لهم ونحللوا معانا المباراه بشكل مختلف كابتن خالد اللياقه البدنيه عامل مؤثر لمين على مين الاهلي الاتحاد السكندري وضعه ايه يعني احنا ماتش امبارح هنقول ان اللياقه البدنيه في النادي الاهلي انا شايف ان هي افضل لان هم فنشوا اسرع فاست بريك كان شغال ديفنسات وكل دي بتاثر في الناحيه البدنيه بتاثر فيها طبعا الديفنسات الروح كمان بياثر فيها اللياقه البدنيه مظبوط فانا اعتقد ان هما الاثنين قريبين جدا بس بشكل امبارح كده نقول ان النادي الاهلي بدنيا افضل شويه تفرق في مباراه النهارده طبعا الضغط اللي حصل على النادي الاهلي امبارح واللعيبه والاصابات فمستوى اللياقه النهارده مع النادي الاهلي شكله ازاي؟ وانا هقول لك برضه الناحيه النفسيه بتاثر على الناحيه البدنيه، هنقول ان النادي الاهلي بعد الماتش بتاع المرتبط ابتدى البريشر يروح من عليه شويه. فهيستريح نفسيا فانا هنزل اادي غير لما انا زي نادي الاتحاد ان انا اكون راجل خسران وكان عندي امل وخلال الماتش كان الفريق الصغيرين المرتبط كان كسبان وفجاه الامل ده اختفى.
فاعتقد ان والنادي الاهلي امبارح طارق خير يوزع الحمل فعلا. يعني لما نشوف مثلا تود اوبراين لعب امتى؟ الثالث والرابع. السلعاوي لعب الاول والثاني. مشعل ظهر في الثالث والرابع. اتوزع كمان الحمل. فهنقول لا، النادي الاهلي ان شاء الله يعني ممكن النهارده يكون افضل بدنيا. افضل بدنيا كابتن عمرو، تتفق ولا تختلف؟ هو انا عايز اقول الاعمار السنيه يعني هي اللي بتتحكم في اللياقه البدنيه. تمام. يعني مش هنقول ان طارق الغنام هيجري زي بس هو طارق الغنام بس هو الموجود. هو الموجود في الملعب. لا انا بتكلم على ان 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 قيام المدربين في لعبه كره السله بالروتيشن السريع للفرقه بيحافظ فيها على اداء اللاعبين حتى نهايه المباراه، حتى لو كانت لياقته البدنيه ضعيفه. لكن طبعا اللي لياقته البدنيه اعلى بتحسب حاجات كتير قوي، خاصه لو انا عايز اعمل كام باك خسران 12 بوينت ولا 10 بوينت، حتى اعمل بريس لازم انزل لعيبه فيزيكالي جاهزين، نفس كويس، سبيريت عالي. فالاداء ده ساعتها لازم انزل سن اللعيبه شويه. يبقى احنا بنتكلم عن حتتين، من وجهه اللياقه البدنيه الاتحاد السكندري ولا الاهلي؟ من وجهه نظري انا شايف ان الاهلي افضل. الاهلي افضل. كابتن هاني، حكام المباراه تقولها؟ هاني مصطفى، وائل ابراهيم، احمد عياد، ثلاث حكام مباراه النهارده. كابتن هاني، تعليق ليه على الحكام النهارده قبل ما يبداوا؟ نجوم المباراه برضه ولا ايه؟ يا ربنا يوفقهم. مش يعني ان شاء الله يديروا معاهم. خلاص مفيش ضغط. مفيش ضغط يعني ايه؟ بمعنى يعني مفيش ضغط، البطوله خلصت. فدي مباراه يعني هو ما عندوش دوافع ان هو يضطر انه يسفر حاجه. مش دي المحاضره الفنيه كابتن طارق خيري على الهواء قدامنا على الشاشات دلوقتي. كابتن طارق خيري كان من شويه يعني كان بيدي المحاضره الفنيه داخل غرف خلع الملابس. كابتن هاني اتفضل. ربنا يوفقهم النهارده طبعا. فبنتكلم في الحكام ما عندهمش حاجه يعني ما عندوش ضغط النهارده. المفروض الجيم يبقى سهل وايزي لان ما فيش جمهور اصلا داخل الملعب، فما فيش لا ضغط جماهيري. بمعنى ايه ما فيش ضغط؟ يعني ما عندوش حاجه يصفر لها مثلا يبقى عايز يعدل حاجه، عايز ما انت عارف في بعض الاحيان ما انا بقول لك الفلسفه الزياده يعني اللي هو النهارده ما هو خلاص الدنيا يوازن الملعب يبقى عنده حاجه اضطراريه في تفكيره في بعض الاحيان بيخطر على بالهم هذا الكلام. فالنهارده هم اللعيبه هتنزل هتأدي ادائها اللي ربنا هيوفقه او هيبقى عنده روح اعلى ان هو عايز يكسب هيكسب النهارده. انا شايف ان الاتحاد هيبقى نازل بيقاتل جدا جدا يعني هينزل يلعب ماتش قوي، مش هينزل يلعب برضه ايه زي ما بقول لك بناء سمعه. الناس عماله في فرقه الاحلام بصراحه كل صفحات اسكندريه وكل الناس في الجمهور في اسكندريه بيتكلم عن المباراه. ليه؟ دفع الاستاذ محمد سيد، دفع وصرف على الفرقه، واول بطوله في السيزون تروح تبقى عنده مشكله اكيد فيها. يعني طبعا ربنا ربنا صاحب محمد صلاح صح؟ انا صاحبي حبيبي طبعا. انا استاذ محمد صلاح صديقي من الزمن يعني حد محترم جدا. خد بالك انا بالذات الاتحاد السكندري تربطني بيهم علاقات طيبه جدا جدا. يعني انا زمايلنا جيلنا احنا كمان عصام مجاهد، مكاوي، عمرو، زاهر عباسط، كل دول مثلا بعتوا لي مثلا يقولوا لي الف مبروك. خد بالك يعني دي طبيعه العلاقه اللي بيننا رغم ان هم اتحادويه قوي قوي قوي. انت اهلاوي قوي برضه وانا اهلاوي قوي برضه بس ايه بينا ايه العلاقه الطيبه لسه. ان هو بعت يقول لي ايه الف مبروك للنادي الاهلي وانا لو هو كسب هقول له الف مبروك للاتحاد. دي حاجه كويسه جدا بينا، روح طيبه جدا. هي دي الروح الرياضيه. بس في نقطه مهمه قوي. امبارح لما كانوا معايا ضيوفي قالوا استاد اسكندريه صاله الرعب. لا الصاله كانت محترمه طبعا قوي. صاله الرعب فعلا. تفتكر بقى ذكريات كده زمان؟ لا انا هفتكر ذكريات ونص. خد بالك قول. لا ما انا يمكن انت كنت خالد طبعا يعني طب سيبك من دي. انت احكي لنا عن نص معجزه. لا دي بطوله عربيه كانت ايوه ده وكان عمرو ابو الخير خد بالك طرف فيها يعني اساسا الباصه انا مطلعها للكابتن عمرو ابو الخير اساسا يعني كنت اساسا بفصل. طب احكي لنا الموضوع بالظبط من اول. احنا بنلعب الاردن في السيمي فاينل البطوله العربيه في سوريا. كويس. 92 92 ما كنت بلعب ساعتها هاندبول. 92 92 بطوله عربيه. المهم ايه الاردن كان في عندهم مراد وهلال بركات. لعيبه كانت فرقه كويسه جدا. هي كان الاثنين اللعيبه دول مميزين جدا. مراد بالذات كان لعيب متميز قوي. ف كانوا كسبانيننا وكان مدربنا الكابتن طلعت جديد الله يرحمه. وكان معاه الكابتن شريف ابو الخير مساعد المدرب.
فاضل 3 ثواني في الجيم واحنا خسرانين بونت. كابتن هاني معلش لازم تعلقوا لي على الصوره دي، وقف يا ريت توقفها لي. بص الصوره، طارق خيري بيرسم حاجه، بيرسم ايه؟ بيرسم هاي لو اللعب بتاع السناتر. اه هو النهارده عشان الحته دي يمكن كنت اتكلمت فيها مع كابتن طارق برضه. فالنهارده بنتكلم في ان السنتر لازم عندنا 2 طوال اقوياء، المفروض واحد يلعب فوق وواحد تحت. يا ريت ترجعوا لنا يا شباب لو سمحتوا، وبتقفلنا على الصوره عليها. اتفضل يا كابتن. واحد لما بيلعب فوق وتحت بيخلق مساحه لزميله ده نمره واحد، زائد ان احنا اقوياء جدا تحت الباسكت. احنا ما يعني ما فيش حد في مصر عنده اللي عندنا. تمام. سواء تود اوبراين كلاعب. بص 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 ايه. ويا ريت توقفوا لنا الصوره، يا ريت توقفوا لنا الصوره. اي بص نفس الكلام. هو النهارده اذا كان بيستخدم سيف وتود معاه تود يعرف يتحكم في الكوره، ينزلها لسيف سهله جدا تحت الباسكت، بس يعملوا مع بعض حاجه روتيشن كده لفه جوه. تمام. فالدنيا تبقى سهله. ارجع لي نص معجزه. فالنهارده كنا خسرانين، كان فاضل 3 ثواني وكان مراد حط باسكت، فبقى فرق بونت. بونت اردن. الاردن. واحنا في السيمي فاينل. مصر بره. كويس. فانا الحقيقه ايه؟ كله عمل بريس على الكوره، انا خدت الكوره لقيت عمرو بيجري فاست بريك، رحت باعت الكوره لعمرو في باصه طويله جدا. الكعب اللي فيه مين؟ احمد ابو الفتوح. كويس. فاحمد يعني استلم الكوره وهو على ركبته، يعني كان عمرو دخل في رجليه فراحوا متكعبلين، فاحمد ابو الفتوح وهو قاعد على ركبته حط الكوره باسكت. قامت نازله. حطها باسكت، كسبنا الاردن، ما كانوش مصدقين نفسهم الحقيقه. ولعبنا العراق في الفاينل، مش عايز اقول لك لما كان مين بيذيع الماتش ده؟ رياض شراره اكيد، الله يرحمه. الله يرحمه. معجزه طبعا، طلع معجزه. رياض شراره الله يرحمه كان راجل جميل. بس بقول لك ايه، قالوا ان انت رميتها كده وخلاص. لا لا ده خلاص بقى يا كابتن هاني، مفيش مشكله. كابتن خالد، وجهه نظرك مين افضل لعيب في دوري المرتبط السنه دي في الموسم للرجال؟ طب انا بس هقول حاجه على جمهور الاتحاد. اتفضل. جمهور الاتحاد انا ما شفتش يعني في حياتي جمهور شغوف بالباسكت بالشكل ده. يعني احنا كان تمرين المنتخب واحنا لعيبه كان المدرجات بتاع صاله البلديه مكتمل على اخره. كويس. زيه زي اي ماتش. جمهور الاتحاد كان ذواق جدا لاي لعبه في الماتش، وكان دايما ليه شويه اغاني اغاني واهتافات، وبعد كده ما بيسيبش اللعيبه في حالها خالص خالص. يعني انت بتلعب في الاهلي، انت في المنتخب مش في المنتخب، لازم يجي مش عارف خد لك انت محتاج يعني. حط كلمتين يعني تنفرق مش عارف ايه بتاع يعني لازم يطلع عليك يطلع عليك يعني. تمام. فهو بصراحه اللي ضايف للاتحاد السكندري متعه جمهور بصراحه، زائد الاجيال الكبيره. ان نادي الجزيره كسب المركز الثالث رسميا 91-75، كسب نادي سبورتنج. ودلوقتي الاحماء قبل المباراه مباشره، دي صوره حيه من ملعب المباراه دلوقتي، نادي الاهلي وتسخين نادي الاتحاد السكندري. بالنسبه لمين احسن لعيب؟ انا شايف ان لعيبه النادي الاهلي كلهم نجوم. عجبني النهارده شويه صانع الالعاب بتاع الاتحاد، بس هو وزنه عايز ينزل شويه، بس هو لعيب متمكن يعني. بس اللي يعني من وجهه نظري ان مؤمن طارق خيري لعيب مكتمل ناضج، ربنا يحميه ويحرسه ويكمل، لان ده هيبقى من نجوم منتخب مصر. بس مش يقول مش هياخد الكلمتين دول ويتغرب ويريح. هيبقى مفروض ان هو لو فضل بالكفاءه دي وان هو يزود من امكانياته هيبقى من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر. لعيب فارق، لعيب بياخد اختياراته. اصل اهم حاجه في اللعيب اختيارات جنب المهاره. امتى شوط، امتى خش، امتى اهدي اللعب شويه. انا شايف ان هو مميز جدا. عودة بعد الفاصل للتحليل لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط. كابتن خالد، وقفنا عند مين أحسن لعيبة في دوري المرتبط. حضرتك قلت كابتن مؤمن طارق خيري، ده بالنسبة لك الولد اللي هو مرتبط. لعيب مرتبط. طب دخلنا على الدرجة الأولى. والله أنا عجبني جدا السلعاوي. السلعاوي. السلعاوي ابتدى ياخد مكانته الطبيعية. مؤثر جدا الفترة اللي فاتت مع النادي الأهلي. بس احنا بس نتمنى ان هو يزود الشوطه الميديوم شوط او اللونج ديستنس شويه. اللونج اعتقد علشان 3 بوينت يعني. علشان دي هتخليه لعيب انستوببل يعني، كله يعني اجمع على دي. يعني هيبقى ما حدش يقدر يوقفه بعد كده لو هو اتقن الحته دي. طب لازم اسالك برضه سؤال. هو
ولا كابتن سلعوة؟ انا عارف هم مختلفين بركز اعتقد صح يعني. لا لا لكن قول لي بقى لا ما كنت خالد عشان صحاب بس ان عايزين نقول ايه ان السلعاوي كبير ده نجم كابتن محمد راجل هداف راجل اسمه غني عن التعريف والسلعاوي الصغير لسه في بدايته ممكن يحقق حاجات كتير قوي. بتحب كابتن سلعاوي انت كبير انا عارف بص لازم نديله حقه مقايمه غير عادله يعني يعني ما ينفعش ان احنا لازم برضه ننقش واحد واخد على الهوا كده سريع واحد واخد دكتوراه ونبتدي مع واحد لسه بيبتدي بشايره كويسه جدا بشايره كويسه جدا وممكن يوصل يعني انا في وجهه نظري يعني الشخصيه البسيطه ان لو حسن الشوتنج بتاعه الميديوم شوت واللونج شوت ده انا يقدر يحترف في اي حته زي نادي كده يقدر بالظبط كده ما شاء الله يقدر يحترف ولان هو مؤهلاته بسم الله ما شاء الله بول هاندلر كويس البنتريشن بتاعه كويس الفوت ورك بتاعه كويس وسريع حتى نلاحظ ان هو لما جيت عمل السويتشات كمان في الديفنس كان هو برضه بيوقف جلواي المحترف بتاع امريكا في لعيب بقى عجبني تاني معلش لا لا يا ريت لعيب عجبني جدا بس هو ما كانش متوفق امبارح بس لعيبه برضه من انا بقول عليهم ان هم هياخدوا مكانهم في المنتخب احمد عادل صانع الالعاب بتاع الاتحاد السكندري تمام اللي هو بيقولوا عليه دولا 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 ده اتوقع له ان هو هيبقى تكمله لنجوم النادي الاهلي في قصدي نجوم نادي الاتحاد في مركز صانع الالعاب. كابتن مدحت ورده؟ كابتن مدحت ورده، كابتن عمرو ابو الخير، كان في اشرف صدقي. انا بصراحه كنت بحب كابتن مدحت ورده ما اكذبش عليكم طبعا حاجة لا طبعا المهاره 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 كابتن عمرو عاشور برضه من نجوم نادي كابتن عمرو عاشور لا والله مش عشان هو موجود لا ما انا هقول لك بس احسن صناع الالعاب اللي الواحد شافهم صراحه. بص يا كابتن عمرو هم ايه الاثنين بيظبطوني على الهواء بس انا ما عنديش مشكله. انا كابتن مدحت ورده برضه كابتن عمرو عاشور ورده يعني كابتن مدحت ورده كان يعني سابق وقته وواخد مسافه عن اي حد طبعا وخد مساحه اكبر يعني كتير بصراحه جداً. كل نجوم الاتحاد السكندري كل نجوم الاجيال القديمه بالذات الاتحاد السكندري في الباسكت كانوا كلهم نجوم بصراحه شبه الروح طبعا نجوم النادي الاهلي كان اعظم نجوم كابتن عمرو عاشور تقول لي مين في دوري المرتبط اللي عجب حضرتك في قطاع الشباب وفي الدرجه الاولى؟ هو انتوا حرقتوا لي اللي انا كنت عايز اقوله. مفيش مشكله خالص لازم تبقى يعني اسماء مفيش مشكله هقول برضه يعني. اتفضل عشان نقول احسن لعيب دي عمليه صعبه قوي. افضل لعيب كان احسن لعيب زمان لما نقول مدحت ورد احسن لعيب في نادي الاتحاد السكندري الناس كلها بتجمع لان لكن الايام دي لما نقول مثلا كابتن سلعاوي في النادي الاهلي من احسن لعيبه في النادي الاهلي يبقى احنا بنتكلم في ايه في مفيش اختلاف عليه لكن المستوى متقارب جدا فبقى صعب جدا ان انا احدد يعني مثلا الجمال انا بعشق الجمال بعشق اداؤه السهل الممتنع هو ممكن يكون مصاب مش هيلعب المباراه بس هو اداؤه خلال الماتشات اللي فاتت لما كان بيلعب قبل الاصابه كان تحفه هايل فانا رشح الجمال يبقى من احسن اللاعبين وطبعا انا مش عايز يعني وجود الجمال انا بقول الجمال ما اقولش السلعاوي لا السلعاوي خلال السيمي فاينل والفاينل عامل لنفسه كامباك كويس جدا 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 فبالتالي هما الاثنين بيتنافسوا من النادي ويمكن الثالث اللي بينافسه انا كنت عايز اقول واحد من نادي ثاني قول اكتشفت ان انا يعني عايز اقول حاتم البحيري يعني اكتشفت ان الثالث اللي بينافسهم برضه من النادي الاهلي كابتن حاتم البحيري ابن حسام البحيري لعيب فريق نادي سبورتنج سابقا وكان بيلعب في الشرطه انا بقيت حاسس ان الباسكت كله بقى كلها اسر لعيبه طالعين طب انا هقول لك حاجه في الصغيرين اتفضل انا عجبت جدا ببيبو علاء زهران ابن كابتن علاء زهران فنش الماتش كويس جدا هايل ومع ذلك بدي صوتي لمؤمن طارق خير. طيب سريعا بقى كابتن هاني كابتن هاني لا سريعا عشان هنطير خلاص الملعب وراه سريعا مين افضل لاعب من وجهه نظرك؟ انا شايف ان اللي فرق مع الاهلي حاتم البحيري يعني حاتم البحيري عمل نقله مع الاهلي في الماتشات اللي احنا بنتكلم فيها دي يمكن ابراهيم بعيد شويه عن مستواه يعني في حته الحوار دي السلعاوي وحاتم البحيري هم اللي احدثوا فارق. كابتن هاني لازم هنطير خلاص اتفضل بسرعه كتير يا باشا لازم نطلع لملعب المباراه سريعا وتعليق على المباراه من الزميل احمد هاشم والتاكيد
هل الاهلي يؤكد الصداره؟ هل الاهلي يؤكد فوز امبارح؟ ام الاتحاد اثبات الذات في المباراه؟ فاصل وهنطير لملعب المباراه. الخبر بيبدأ بكلمة، ساعات بيكون صح وساعات بيكون غلط. لما تتكلم عن الأهلي الكلام بيبقى كتير، أخبار، معلومات، منافسات عن كل الألعاب. في كلام في الميديا كل شيء عن الأهلي بين إيديك. كلام في الميديا غدا الساعة 5 مساء على قناة الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، مشاهدي ومتابعي ومحبي قناة الأهلي، معلقكم الرياضي أحمد علي يحييكم للنقل مباراة كرة السلة بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري في نهائي بطولة الدوري المرتبط لموسم 2018-2019. كلاسيكو كرة السلة ينتظر عشاق كرة السلة في أنحاء المعمورة بين سيد البلد الاتحاد السكندري والمارد الأحمر النادي الأهلي. وكما استعرضنا فيها الاستوديو التحليلي بقيادة الكابتن خالد والكابتن خالد بخيت والكابتن هاني عبد المنعم والكابتن عمرو عاشور، هنقول لحضراتكم دلوقتي تشكيل الفريقين. النادي الاهلي بيمثله طارق الغنام رقم 10، مودي الجرحي رقم 4، رامي جنيدي المصاب رقم 6، كريم الدهشان 24، ابراهيم الجمال وهو ايضا مصاب رقم 9، ابو النصر 23، حاتم البحيري واحد من نجوم هذه البطولة رقم 77، مؤمن أبو العينين رقم 15، مصطفى مشعل رقم 70، السلعوة رقم 7، أحمد علي فهمي رقم 1، مصطفى الشافعي 12، محمد عدلي 11، وسيف سمير رقم 8، والمحترف الأمريكي تودو براين. أما جهاز النادي الأهلي النهاردة فيقوده على رأسه الكابتن طارق خيري المدير الفني،
الكابتن اسلام علي، مدرب عام الكابتن احمد الجرحي، الرجل الذي كان له الاثر الكبير في فوز النادي الاهلي بهذه البطوله، مدرب ال 16 سنه والمدرب المساعد للدرجه الاولى، كابتن شريف علي ميمو كره السله المصريه او تريكا كره السله المصريه، مديرا اداريا الدينامو رضا سيد، والدكتور اسامه فرج طبيب الفريق، احمد يحيى اخصائي العلاج الطبيعي، كابتن محمد عيسى مدلك، كابتن اكرم الشرباجي محلل فني، والكابتن محمد علي مخطط احمال. اما تشكيل نادي الاتحاد النهارده، فالنهارده معانا في التشكيل احمد عادل دوله رقم 0، 6 هيثم كمال، ياسر مبارك رقم 7، شوشه رقم 8، محمد طه رقم 9، مؤمن مبارك رقم 10، الصباغ رقم 13، 14 احمد ابو العلا، محمد يونس رقم 15، 21 عمرو عبد القادر، ادهم الصباغ 23، 42 محمد علي، واخيرا 55 المحترف رامون جالوي ورامي ابراهيم رقم 88. الجهاز الفني لسيد البلد او الاتحاد السكندري عمرو ابو الخير مدير فني، والكابتن عماد محمود العمده الرايق مدرب عام، كابتن بيبو او احمد عبد الوهاب مدرب مساعد، كابتن محمد سمير مدرب، خالد عبد الفتاح مدير اداري، احمد بسيوني اداري واحصائي، والدكتور محمد كمال طبيب الفريق، واسلام فتحي واحمد خميس للمهمات. ده تشكيل الفريقين النهارده. بنبارك طبعا للكابتن احمد الجرحي وفريق ال 16 سنه بعد ما كان متاخر، النادي الاهلي برجاله والصغار يستطيع الفوز على نادي الاتحاد في هذه المباراه، ويمكن حضر المباراه الكابتن او سياده الوزير العامر فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، وايضا الدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والكابتن رؤوف عبد القادر مدير نشاط رياضي النادي الاهلي. كما في مفاجاه غير متوقعه، اتصل الكابتن بيبو كبير عائله الاهلاويه ورئيس النادي الاهلي واسطوره كره القدم باحمد الجرحي لتهنئته على هذا الفوز. كل تقدير وكل الدعم لكل لاعبينا في كل المستويات وفي كل المراحل. على بركه الله، ثواني قليله ونبدا هذه المباراه اللي عنوانها النهارده ايه؟ نادي الاتحاد عايز ايه من المباراه؟ والنادي الاهلي عايز ايه من المباراه؟ مباراه نادي الاهلي خلاص حسم اللقب. المباراه بالنسبه له تحصيل حاصل، لكن يسعى الى تاكيد انه البطل، فلن يترك الفوز يذهب من بين ايديه. اما نادي الاتحاد فيريد التأكيد والدعم وأخذ دعم معنوي ويفوز على النادي الأهلي ويقول لقد كسبت البطل. إيه اللي هيحصل النهاردة؟ هنغوص في عقول المدربين، تفكيراتهم، ترتيباتهم، خططهم، كل الكلام ده هنتكلم فيه أثناء المباراة. ومن ضمن الاستعراض عندنا النهارده ان الكابتن طارق اللي هنقول مشوار فريق النادي الاهلي ونادي الاتحاد في هذه البطوله. يمكن نبدا بالاتحاد الاول. نادي الاتحاد لعب في دور ال 16 مع الترام، فاز بنتيجه الذهاب 83-50، وفاز ايضا بنتيجه العوده 74-49. في دور الثمانيه فاز على فريق اصحاب الجياد بنتيجه 99-70 في المباراه الاولى، اما مباراه العوده ففاز ب 83-65. قبل النهائي فاز على الجزيره بفارق نقطه 82-81، وفاز عليهم في العوده 3 نقاط 85-82، وفي النهائي خسر من الاهلي امس 65-68 بعد ما استمتعنا بمشاهده المباراه على قناه الاهلي والتعليق الفني المتميز للكابتن سيد صبري. اما مشوار النادي الاهلي، بدا مشوار النادي الاهلي في دور المرتبط بدور ال 16، خسر من الاولمبي في نتيجه الذهاب 77-68، وفاز على الاولمبي في نتيجه العوده 87-73. دور الثمانيه
115-72، لكن الحمد لله النادي الاهلي توج ببطوله الدوري المرتبط برغم الهزيمه، لكن مش اكيد كلنا مش راضيين عن الخساره، خساره مباراه، لكن اكيد ليها تكنولوجيا او ليها فلسفه في اداره الفريق، لان النهارده الفرقه كانت بتلعب مريحه جدا، جايز يكون علشان المرحله اللي جايه دوري السوبر، لكن انا متاكد زي ما بتكلم معاكم ان جماهير النادي الاهلي لا ترضى في اي مباراه سهله صعبه فاينل محسوم غير بالمكسب. لكن هنشوف مع خبرائنا ومحللينا ايه اللي حصل في المباراه النهارده بين الاهلي والاتحاد السكندري. كابتن هاني عبد المنعم، رايك ايه في المباراه بصفه عامه؟ يعني هي المباراه طبعا ما كانتش مباراه، يعني ما المباراه ده معناها فيها تنافس وفي ناس بتحاول. النهارده فرقه الاهلي يمكن عكس ما كنا متوقعين نسبيا، كان في ما كانش في اداء، يعني ما كانش في اي نوع من انواع الحميه. وارد طبعا ان المشوار كان طويل وان هم الاولاد مجهدين وتعبانين ومفيش طاقه خلاص، يعني البنزين خلص زي ما بيقولوا. ما كناش نتمنى كده، ما كناش نحب ان يعني كنت حابب انا شخصيا كنت حاببها تبقى مباراه ويكون فيها تنافس ونحاول نديه تخسر تكسب خلاص، يبقى ده ثقافه، يعني دي ثقافه، ودي للاسف الثقافه مش موجوده في مصر، بنواجهها حتى في كل فرقنا باي شكل لما يكون في الرياضه بصفه عامه. الرياضه بصفه عامه في مصر ما بتريح، خلاص انت كسبت فانت خلاص الدنيا عندك بتطفي. عكس الثقافه الاوروبيه الخاصه بالرياضه او الثقافات اللي احنا دايما بنتطلع لها او بنروح نجيب منها خبراء، اللي بيعتبر ان انا طالما نزلت الملعب وجاي العب مباراه لازم ادي 100%، ما بقديش حتى 80% ولا 70%، لازم 100%. برضه مش هنخلي ده يفسد علينا فرحتنا بالظبط، احنا برضه في الاول وفي الاخر هنهني فرقنا وهنهني شبابنا الصغير النهارده. هو حققوا الهدف، حققوا الهدف، التارجت بتاعهم اتحقق، واحنا الحمد لله النادي الاهلي بطل دوري المرتبط سنه 2018. بنشكر الولاد جدا على جهدهم، بنشكر الفريق الاول على جهده، بنبارك لهم وفرحانين بيهم وسعداء بيهم وهنظل سعداء بيهم ونتمنى لهم ان القادم يبقى افضل. النهارده مثلا شخصيا انا كهاني ما كنتش احب يبقى الاداء كده، كنت احب يبقى فيه تنافس، انما خلاص ما علينا، الموضوع خلص، ماتش خلص، الف مبروك النادي الاهلي، احنا سعداء بهذه البطوله ويا رب دايما، وان شاء الله هنكسب دايما وهنبقى كده ابطال دايما ان شاء الله. عايزه بس في دوري السوبر الامور تكون مختلفه شويه، روح الفريق الحمراء لازم تكون موجوده، الجماهير 60 70 مليون ما بيرضوش يا كابتن. وبعدين القضيه الاساسيه برضو احنا لازم ما ننكرش جهد الفريق ال 16 سنه، لان ده بطوله المرتبط، يعني برضو الاولاد الصغاره كان ليهم اسهام كبير في هذه البطوله، اتحقق على ايديهم هم كشباب صغيرين، ببارك لهم جدا جدا وسعيد بيهم جدا الحقيقه، لانهم مستقبل النادي الاهلي. الفريق الاول شفنا عندنا شويه اخطاء وعندنا شويه لعيبه محتاجه تتصحح لها اوضاعها، برضو كانت العمليه وضحت ان لازم نصحح، فده قدامنا شيء. اعتقد ده فريق اتحاد سكندري اللي هو تحيه اتحاد سكندري اللي هو 16 سنه اتحاد سكندري. خلاص بداوا ياخدوا مركز التاني، البشبيشي، الدكتور مجدي ابو فريخه، كل الناس، كابتن حبل غنام، خالد القوسي، كلهم، مجلس اداره مكتمل، مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله، محمد فتحي، اهاب، ده الجزيره، عفوا ده الجزيره، ده نادي الجزيره، بس هناك بيقولوا لنا ده نادي الجزيره. هم شباب مرتبط، هو ثالث الدوري المرتبط. كابتن عمرو عاشور، تقول ايه على المباراه النهارده والاداء بتاع اللاعبين بصراحه؟ اولا انا بهني النادي الاهلي على فوزه بالبطوله، وده رياكشن طبيعي كويس. بيبقى مشوار طويل قوي، تعبنا وبذلنا مجهود، احنا كنا لسه بنتكلم طارق الغنام عملاق، العملاق النهارده طارق ما لعبش النهارده، مريح وسبب راحته ان احنا خلاص اوريدي ضمننا البطوله. فحتى ممكن تريح طارق دي ادت رياكشن للفرقه كلها ان احنا النهارده كلنا مريحين، مش شرط. بس تاني حاجه انا شايف المباراه فرقه الاتحاد النهارده موفقين فوق العاده، كل الثلاثيات بتيجي عكس عدم توفيق من فرقه الاهلي، وانا بقول الرياكشن ده من المباراه انا بعتبره طبيعي، لانه حاجه من اتنين، يا اما الاهلي هيلعب ماتش وهو مرتاح باريحيه خالص هيعمل ماتش هايل سوبر، يا اما هنشوف اللي احنا شفناه وده انا شايف ان لا يغفل حق الفريق الدرجه الاولى للمجهود اللي بذلوه هم والصغيرين عشان يوصلوا في النهايه لكاس البطوله، وبطوله تحسب للنادي في التاريخ، اتكتب البطوله دي نادي الاهلي طبعا، لازم نهني عليها
جميع اللاعبين كبار وصغارين الجائزه الفنيه للناديين ادوا النهارده. فرقه ابو الخير النهارده في الاتحاد ادوا اداء هايل، كانوا موفقين جدا النهارده، نسبهم عاليه. لو حضرتك بصيت على الاستاتستيك بتاع المباراه هتلاقي النهارده نسبهم في التصويب الثلاثي عالي جدا، كل اللي نزلوا كانوا كويسين. في المقابل ان احنا كانت نسبنا اقل شويه في النادي الاهلي، لكن هذا يعني هي دي الرياضه. يعني ما بقاش عندي هدف ان انا احقق البطوله، انا حققتها خلاص. فتحقيق لهذه البطوله اداني احساس ان انا عملت اللي عليا وخلاص، ابتدي افكر في اللي جاي بعدين. بنقول مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك، وربنا يكرمكم في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. كابتن خالد بخيت كابتن النادي الاهلي، بص انا يعني بعد التتويج من بعد ماتش الصغيرين واحساسي الشخصي كلاعب ان الدنيا مريحه. بص هقول لك على حاجه، احنا هنجمل يعني انا هجمل الـ 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 الكلام يعني فضل. بس مش هو ده اللي جوايا. اول حاجه لازم الجهاز الفني قدامه الفرصه ان هو يحط يعني فوكس شويه على ايه سبب ابتعاد مجموعه من اللاعبين اللي كانوا ممتازين جدا مع نادي الاهلي خلال الماتشات اللي فاتت دي كلها. هي. وفجاه انا قدام نادي الاتحاد مستواه بينزل، والنهارده المستوى نزل اكتر. يعني يمكن مثلا كابتن عمرو قال طارق الغنام، وطارق الغنام كان ليه دور كبير ان هو في الدفاع علشان وفي الهجوم برضه عشان خاطر يرجع النادي الاهلي. بس انا يعني كروح نادي اهلي الموضوع ده مأثر فيا صراحه بصراحه. يعني انا بجيبها لك من الاخر عشان 42 بونت لا مش النادي الاهلي، مش ده النادي الاهلي، مش ده النادي الاهلي. فاحنا لا يعني لازم نفسيا الناس تعرف ان ده النادي الاهلي، وان ما ينفعش ان انا كلاعب في النادي الاهلي ان انا اجي في فتره معينه ان يحصل دروب لمعظم اللعيبه ما عدا واحده او اثنين، حتى لو كنت كسبان بطوله. حتى لو كنت هو اللي حصل ايه بقى، ان احنا احتفلنا جامد قوي بعد ماتش المرتبط. فالاحتفال الكتير قوي ده هبط اللعيبه. يعني احنا كنا مستنيين ان احنا كروح نادي اهلي لا انا ما اتغلبش وانا اخد البطوله، وان انا لازم ادي، او حتى لو التوفيق وعدم التوفيق ده دي حاجه بتاعت ربنا، احنا ممكن ان احنا نخسر بس التوفيق وعدم التوفيق. هي يا كابتن هاني قال الثقافه اللي عندنا في مصر الله ينور بصراحه، هي الرياضه بصفه عامه. ان انا بس الكلام ده معلش ما كانش يعني لازم يترعى صراحه. هنجمل بقى الموضوع نقول ان الاثنين طلعوا حبايب، وان النادي الاهلي كسب البطوله، وان الاتحاد كسب الماتش، وان شابوه بقى كبير بصراحه لنادي الاتحاد. لسبب بسيط قوي، ان هم رغم تفوقهم طول الماتش كملوا الماتش بنفس القوه ونفس التركيز. هو عندهم هدف ان هو يفسد فرحه لاعبي النادي الاهلي في المباراه النهائيه. انا اصلا عاجبني حاجه، الالتزام بالسيستم نفسه. ان اللعيبه ما خدش كل واحد الكره وابتدى يستعرض علشان خاطر، قصدك ان هو كان ممكن يعملوا استعراض و لا ده عمل. هو ملتزم بـ 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 بالتكتيك بتاعه في كل حاجه، زائد طبعا زي ما كابتن عمرو قال توفيق عالي جدا من نادي الاتحاد. بس عايز اقول برضو ان نادي الاتحاد اللعيبه اللي فيه ممتازين. فحته وهو ده الدروب، ان انا يا اما موفق هبقى عالي قوي، يا اما مش هبقى موفق فانا هعمل زي ماتش امبارح. بس والف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، والف مبروك لنادي الاتحاد الماتش، وطلعوا حبايب. ونستنى بقى ان شاء الله هو عايز يقول حاجه على كلامي، هنستنى دوري السوبر بس ان شاء الله هيكونوا احسن كتير، انا متاكد من ده. انا عايز اقول حاجه بس عمرو قول خالد. نفس السيتويشن ده كان عندي السنه اللي فاتت، انا كنت ماسك نادي سبورتي والاهلي كسبان البطوله المرتبط، وانا بلعب الماتش، فالولاد عندي كانوا موفقين. طب احنا بس قدامنا نادي الاتحاد السكندري بدا يستلم الفريق بتاع فريق الاتحاد السكندري بدا يستلم ميداليات المركز الثاني. دول كابتن هاني انت بقى اكيد عارف اللعيبه وعارف الاجهزه. لكن انا عارف اعضاء مجلس الاداره. اعضاء مجلس الاداره ده علاء زهران، ده فريق الدرجه الاولى. ده فريق الدرجه الاولى. كابتن محمد عبد المطلب، علاء زهران، اعتقد الاستاذ عمرو فاروق اكيد موجود. لا ده محمد الحلو اللي هو المدير التنفيذي للاتحاد اللي هو جنب علاء زهران. محمود الحلو تمام، موجودين كلهم متواجدين جوه ارض الملعب. كابتن عمرو ابو الخير عماد محمود،
بصراحه وادي الدكتور مهند بجدي بدا يظهر في الصوره، لكن كابتن هاني صراحه بما انك انت عارف الرئيس النادي الاتحاد السكندري صديقه، وضعه ايه دلوقتي؟ متضايق اكيد، لازم يكون زعلان. زعلان لا لازم يكون زعلان، يعني المكسب ده ما يرضيش. لا مش مرضي بالنسبه لا يعني مش مرضي لا بالنسبه لاداره الاتحاد ولا يعني هم كان طموحاتهم اكبر من كده بكتير يعني هم النهارده طموحاتهم هم بيشكلوا او الاستاذ محمد مساحي هو بيعمل فرقه زي كده فمخيلته انه يعني هياخد كل البطولات اللي جايه. احنا كنادي اهلي احنا الحمد لله احنا قطاع الناشئين عندنا قوي جدا يقدر يشيل اي حد، عندنا قطاع الدرجه الاولى ممتاز. انا زي ما قلت لك في الاول انا فريق الاهلي بيستلم ميداليات المركز الاول، فريق المرتبط رجاله عملوا مباريات مهمه جدا وقويه جدا كانوا سبب لفوز بدوري المرتبط. قدامنا دكتور مهند مجدي، كابتن علاء زهران، كابتن محمد عبد المطلب بيسلموا لفريق النادي الاهلي ميداليات المركز الاول. اتفضل يا كابتن. يعني انا رغم ان احنا اهلاويه واهلاويتي شديده جدا، انما انا عندي قوميه وعندي نزعه قوميه ومحب للعب كره السله لاقصى الحدود. انا بتكلم النهارده ان مصر احنا عندنا مشكله وازمه في كره السله، احنا فقدنا مستوانا الدولي المتميز. يعني احنا النهارده ما عادش عندنا حاجه اسمها سوبر، ما اقدرش اتكلم على ناس انها سوبر وهي ما بتاديش على الصعيد الدولي. يعني انا ما بكسبش، انا النهارده ما بكسبش، عندي خلل في حته معينه يعني. فالخلل ده اذا ما تصلحش انت برضو هيفضل مستوى كره السله في مصر في المستوى العادي. يعني النهارده اكون ان انا اروح اجيب محترف من تونس لاحد الفرق، فده اصبح بالنسبه لنا احنا اللي كنا بنصدر ده للوطن العربي بشكل عام اكيد كلعيبه كره سله في مصر هنا. افريقيا انت ان ما كنتش الاول هتبقى الثاني دايما مؤهل، ده انا بكلمك في حقبه زمنيه. مؤمن طارق خيري وبيسلم ويعني سعيد وفرحان بمدينه كابتن طاهر رجب، يعني شايفين فرحه وحقهم يفرحوا وحقهم يتبسطوا وحق كل جماهير النادي الاهلي تتبسط بمكسب النهارده او مكسب بطوله زي دوري المرتبط. اتفضل يا كابتن هاني. جهد كبير خد بالك، يعني برضو ما هو جهد عدد مباريات كبيره جدا، زي ما قلت لك تضافر جهود. انا عن نفسي كهاني عبد المنعم انا ضد دوري المرتبط ده، ملوش اي معنى خد بالك. وما افرز لسه هاخد بقى رايك بعد انت لحقتني في السؤال. ما افرز لناش اي حاجه لسه هاخد رايك. السنه اللي فاتت خالد قول لي في خبراء كتير او في قسم كره السله بيقولوا ان دوري المرتبط هو دوري بيفرز للعيبه الصغيرين وليس للدرجه الاولى، صراحه ايه رايك فيه؟ بص هو انا عايز اقول ان دوري المرتبط ده اصلا متاخد من اتحاد الهاندبول. بتاع اكيد. وهو عمل خلينا بس ناخد بقى تتويج النادي الاهلي واحد واحد. الدكتور مهند بجدي اهو موجود وبدا يسلم ميداليات المركز الاول. مصطفى الشافعي رامي جنيدي، رامي جنيدي، مودي الجرحي، كل دول ما يلعبوش. ابراهيم الجمال رامي جنيدي قدامنا ده ما لعبش النهارده مصاب. ابراهيم الجمال، مودي الجرحي، ابراهيم الجمال، الدهشان، كريم دهشان، محمد ابو نصر، برغوثة عشان انا عارفه حافظه، احمد برغوثة بشعره. يعني فرحة جميلة المكسب. واحد من الشباب الناشئين الولد الصغير ده بودي ده لعيب كويس جدا برضه. عمر طارق اللي وراه بودي، بودي ده لعيب كويس. مؤمن ابو العينين اتحاد كان اصلا اتحاد اسكندريه. تمام. سيف سمير مصطفى مشعل اللي بعد سيف، مصطفى مشعل، السلعاوي، احمد السلعاوي. احمد السلعاوي هو كان نجم اللقاء امبارح اتكلمت عليه كتير، والنهارده كان متوفر في والنهارده كان بيحاول. يعني هو صراحه هو الوحيد اللي كان بيحاول. لا مين؟ كابتن محمد العدل وده طارق الغنام الصغير. طارق الغنام الصغير خلاص بقى. ده اللي طلع في الباص الجديد. ده السنتر الجديد ما شاء الله. ان شاء الله يطلع احسن من طارق الغنام. يطلع احسن من طارق الغنام طبعا. وراحة طبعا طارق الغنام وطبعا في جبهه ثانيه في عيله طارق الغنام عايزه تاخده فولي، بس احنا مصممين ان هو ايه كابتن حمدي الغنام صح؟ حمدي الصافي ورحاب الغنام. طبعا رحاب الغنام الفرحه حلوه يعني بجد، دي حاجه تبقى سعيده.
بس يعني تهديدات الجهاز الفني، لكن نقول برضه الجهاز الفني القدير طبعا للنادي الاهلي كابتن طارق خيري. طارق خيري وابنه برضه الصغير بيلعب برضه بيلعب باسكت. لا خلاص اقول له طارق خيري كفايه كده، مفيش باسكت. شريف علي برضه من نجوم النادي سابقا والمدير الاداري. كابتن رضا المدير الاداري. كابتن رضا، كابتن رضا زمان تاريخ قوي قاعد من زمان. من زمان هو اكثر الناس بتتعب صح الاداريين يعني بيتعبوا بشكل غير عادي. كابتن حابب الغنابه موجوده اهي، هي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله، لكن هي كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر لكره السله، نجوم النادي الاهلي. نجوم النادي الاهلي دي حقيقه يعني. هو ادي جهاز مكتمل، واعتقد ان الواقف هناك ده محمد فتحي برضو عضو مجلس اداره في الاتحاد. هايل عمرو مسلحي والاستاذ عمرو مسلحي. عايزين نقيم تجربه كابتن خالد، تجربه الدوري المرتبط. بص هو هي التجربه صراحة. دي نجحت كتير جدا في اتحاد الهاندبول سوريا. نجحت في الباسكت بس فعليا لا. يعني ايه سوريا؟ يعني لاول مره ابتدينا نكسب في بطولات افريقيا ناشئين، ما كناش بنكسب خالص يعني. تمام. بس رغم كده ما فرغش اي لعيبه للدرجه الاولى بعد كده، لان المرتبط ده بقاله فتره طويله مش شايف ان هو فرغ حاجه. طب خلينا ناخد بقى اللقطه المهمه واللقطه اثنين كباتن الفريق، كابتن طارق الغنام وكابتن مؤمن طارق خيري والدكتور مجدي ابو فريخه، والفوز ورفع كاس بطوله المرتبط والفرحه. نخليكم معاك شويه نسمع هناك في صاله الاسماعيليه. اتفضلوا. كابتن خالد اتفضل. يا كابتن خالد فبنقول اول مره بنكسب في بطولات الناشئين، انما فعليا ما تفرغش ولا لعيب شفناه للدرجه الاولى. يعني كان المفروض ان احنا طالما احنا ابتدينا نكسب ونروح كاس عالم ناشئين والكلام ده كله، ان انا ابص الاقي عندي جيل طالع قوي بيسند منتخب مصر الاول ويفرغ في الانديه، الكلام ده ما شفناهوش خالص. يعني يمكن اللي ظهر شويه اللعيبه اللي هي سافرت بره مصر وابتدت ترجع، زي انس من الزمالك، زي علي من في الاتحاد. يعني هم دول، انما غير كده احنا ما شفناش ناشئين طلعوا خدوا مكانهم بقوه سواء في انديتهم او في منتخب مصر نتيجه لان احنا عملنا دوري المرتبط. تمام. فانت استهلكنا فرق الدرجه الاولى، اتحسبت عليهم بطوله، بريشر عالي على المديرين الفنيين، بنظلم ممكن فرق واجهزه علشان خاطر ده عنده ناشئين كويسين وده ما عندوش ناشئين كويسين. انما انا برضو بايد كلام كابتن هاني، ان بصراحه مش شايف منها ميزه غير بريشر عالي سواء على الولاد الصغيرين او على الاجهزه الفنيه اللي ما عندهاش فرق مرتبط كويسين. كابتن عمرو، من وجهه نظري ان احنا افرزنا ولاد صغيرين في الناشئين، ده زي ما انت قلت بالظبط كويس، لكن تقييم التجربه بالنسبه لك؟ هو انا ليا تعقيب واضح وصريح في الموضوع ده، بقالي مده بتكلم فيه. احنا وصلنا لمنتخبات الناشئين لكاس عالم 7-8-9 مرات كويس، ومع ذلك احنا ما زلنا افريقيا مش عارفين نوصل لكاس عالم في المنتخب الاول. الطبيعي ان كان لما نوصل، لما يبقى عندي 8-9 اجيال وصلوا كاس عالم، الثمان تسع عيال دول افرزوا لي مش اقل من 10 12 يعني 15 لعيب كمان. انا عايز اقول 50 60 لعيب لعبوا كاس عالم، عندهم اكسبيرينس ان هم لعبوا كاس عالم كامله. وبعد كده يوصلوا ان احنا عندنا منتخب مصر درجه اولى ما فيهوش لعيبه تقدر توصل انها تكسب الكاميرون عشان توصل كاس عالم، يبقى يبقى احنا شغالين تحت كويس وشغالين فوق غلط، او شغالين فوق غلط وشغالين تحت كويس. الموضوع المنظومه في الحته دي تايهه شويه مننا. في بالظبط في دروب فين بقى في دروب. تاني حاجه اللعيبه اللي عندنا لعيبه كتير قوي طلعوا دوري الجامعات الامريكيه، احنا اول مره
العمليه دي تندع بس بالنسبه لنا كده، تبطر علينا شويه، هي عوده انس وعوده بيبو من اسبانيا، لكن غير كده احنا كان اللعيبه بتطلع بره مصر احنا ما استفدتش بيها. يعني احنا يوم ما اتزنقنا في سوري في الكلمه في عاصم مرعي في البطوله الافريقيه، عاصم قال لك انا اتصبت فمش هقدر اجي. سواء كان مصاب لا انا بقولش ان عاصم لا حصل عليك حصل عليك كلام كتير، لكن لا بس كان مصاب حتى لو كان مصاب انا بتكلم في حته ثانيه. يعني المنتخب مش هيقف على، يعني بقصد ان احنا ما ينفعش يقف على لعيب يبقى عاصم، ما ينفعش مصر توقف على لعيب اثنين جم اللي هو بيبو وانس، طب فين الباقيين؟ فين ال 50 لعيب اللي طلعوا قبل كده راحوا يلعبوا قبل كده وما رجعوش؟ يعني فاهم بقصد ايه؟ انا بعتبر رجوع انس ورجوع بيبو لمصر اصلا فشل والله، بمعنى ان الناس دي النهارده راحت لعبت في دوري الجامعات الامريكيه، طبعا عملوا ايه الريزلت؟ طبعا ما تقدمش لقدام. اللي انا قصدته من ان تجربه الناشئين اللي اتعملت عشان نعمل دوري مرتبط، عشان مرتبطين بافريقيا تحت 16 سنه وتحت 18 سنه، فنسافر افريقيا ناخد اول وناخد اول وننافس ونطلع كاس عالم ونرجع مفيش حد فينا بيستفيد. جه في وقت سبع اجيال سافروا وما لقيناش حد مستفيد. بالظبط كده مستفيد في الانديه السبع اجيال دول، ما فيش منهم اربع خمس لعيبه بيلعبوا في الدوري الممتاز. يعني حاجه فاهم قصدي ايه؟ الحته اللي هي المين بوينتس في الحته دي ان احنا هل احنا خدنا تجربه اتحاد اليد عن دراسه، ام احنا خدناها عن ان انا بنقل انا ناقل، انا عجبني الدوري بتاع الاتحاد اليد فانا عملت زيه. فلكن انا عن نفسي قرائي شخصي، في السنه اللي فاتت الدوري المرتبط واخد خمس شهور، والدوري العام عمل كانوا دورتين رايح جاي. الدوري العام المصري اللي هو اللي بيتحدد عليه اول وثاني وثالث اخذ اسبوعين اسبوعين ونص دورتين وجمعتين وخلص الدوري، وخلص الدوري القوي الدوري اللي هو المفروض الدوري الاساسي اللي هو الدوري الاساسي خلص اسبوعين ثلاثه دوري السوبر ماكسيمم اللي هو دوري السوبر دوري المحترفين خلص اسبوعين ثلاثه، والدوري المرتبط قعد خمس شهور. ف مش منطق. احنا خلينا نقول اللي احنا يعني اذا كان عندنا دوري مرتبط اكيد اتحاد السله لازم يقيمه ايجابياته وسلبياته. طيب. من وجهه نظر الكباتن الكبار ان المامور فيها مشكله، خلي اتحاد السله يقيم، خلي اتحاد السله المسؤولين يا كابتن هاني بكلم بصراحه طبعا. خليه يقيم ويشوف اموره، خليه يقيم تجربه المدير الفني، لان كان معايا كابتن محمد عبد المطلب امبارح وقال ان احنا عندنا مدير فني اجنبي نتعاقد معاه في المرحله اللي جايه عشان يقدر يقوم بمنتخب مصر ان شاء الله. نتمنى او اكيد كل الكباتن الموجودين يتمنوا يشوفوا الباسكت في حته ثانيه، لان الباسكت في حته افريقيا بالذات بيبقى عندنا مشاكل، في لعيبه كتيره محترفه في الافارقه فبنلاقي مشكله جوه البطولات الافريقيه. احنا ما بنهاجمش يا كابتن، اكيد ما بنهاجمش بالزبط. احنا ما بنهاجمش بالزبط. احنا بنقول راينا بمعنى ان عددك تقدر تاخد من راي ده وتستفيد بالزبط. او ما تاخدوش، ده موضوع يخصك انت اللي معاك الدرس 100% انت اللي العلاج في المدرب الاجنبي مش طبعا ده غلط كبير جدا. مش العلاج في المدرب الاجنبي، بص احنا جبنا مدرب واخد كاس عالم وكاس اوروبا مرتين وبرضه معانا كان فشل ذريع. يعني هو ده ناس مش عايزه يعني مش عايزه تتعلم مما سبق. بص يا كابتن هقول لك حاجه، خلينا نتكلم بس ان هو في اتحاد، في مسؤوليه للاتحاد مظبوط، وارائكم تحترم اكيد بندعمهم، لازم ندعم الاتحاد طبعا، لان في المرحله دي اكيد اتحاد الباسكت يعني هنقول هو لسه خسران فاكيد بيرتب اوراقه مره ثانيه ونتمنى لهم النجاح. بالظبط خلينا نرتب اوراقه، هو كان في اخر مره بيقول ان احنا هنجيب مدرب امريكاني. نتمنى الخير لاتحاد الباسكت، نتمنى ان احنا نشوف السله مرتفعه، كل اللي قاعدين تاني بقولها بيتمنى اتحاد الباسكت يكون من احسن اتحاد في مصر طبعا. التجارب المنقوله عن بعضيها اكيد بقول لك ليها تجربه ايجابيات وسلبيات، نتمنى تاني مره ان اتحاد الباسكت يراجع دوري السوبر او عفوا يراجع دوري المرتبط مره تانيه. جاهزين بالقاءات من ارض المباراه ولا لا؟ هنروح شريف شعبان، الزميل شريف شعبان من صاله اسماعيليه وترجعوا لنا مره تانيه. مليون مبروك كابتن خالد، مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، تتويج النادي الاهلي باللقب الثالث على التوالي دوري المرتبط للمحترفين مع رئيس الاتحاد المصري لكره السله كابتن مجدي ابو فريخ. بقول لك مليون مبروك، نجاح البطوله الرائعه، تنظيم ولا اروع ولا اجمل، بطوله قويه جدا 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 اذا كان مرتبط او كبار. مليون مبروك على التنظيم، مليون مبروك على البطوله والنهائي اليوم الجميل ده. ربنا يخليك، مبروك للنادي الاهلي فوز بالبطوله وعيد لك الاتحاد وسبورتنج الجزيره اللي وصل المربع. الحقيقه كل الاربع فرق مستوى متقارب جدا، ما تعرفش مين يكسب مين، لا كبير ولا صغير، ف
فدي طبعا نجاح كبير جدا ان يبقى فيه يعني مسابقات بالقوه دي بتفرز ان شاء الله منتخب كويس. يا كابتن جماهير يعني المدرجات مالهاش طعم من غير جماهير واحنا في اشتياق لعوده الجماهير مره اخرى للمدرجات، عاوزين نحس بالروح هي اللي بتحرك الصخر زي ما بيقول. هو طبعا الجماهير دي عصب الرياضه كلها مش الباسكت بس، لكن دي حاجه يمكن مش بايدينا، لكن حصل اجتماع من 10 ايام مع الجهات الامنيه ومع مندوبي الانديه واتفقنا ان شاء الله من اول دوري السوبر يبقى فيه جماهير 500 للنادي المضيف و50 دعوه للنادي الضيف لاولياء الامور او لمجلس اداره النادي الضيف، فان شاء الله من بدايه السوبر يبقى فيه جماهير. خلاص اخيرا المدرب المنتخب هيكون اجنبي؟ 90% ان شاء الله. امتى قرار؟ لا لسه بندرس فيهات ونشوف الوضع ايه، لكن الاتجاه اتجاه اجنبي باذن الله. مليون مبروك على نجاح اليوم الجميل ده، ربنا يخليك. مبروك ليكم ثاني مره ثانيه، وبمسح على كابتن خالد العوضي وعلى ضيوفه في الاستوديو، ومبروك للنادي الاهلي. شكرا. شكرا. كابتن خالد مستمع النادي الاهلي طبعا النجمه رحاب الغنام، يمكن مليون مبروك نجاح البطوله. الاول تحياتي كابتن خالد العوضي ليك ولضيوف ونجاح البطوله النهارده. النادي الاهلي كالعاده ثالث لقب على التوالي، مليون مبروك. اولا انا بسلم على كابتن خالد ولتشوفوا مين في الاستوديو، كابتن هاني عبد المنعم وكابتن خالد بخيت وكابتن عمرو عاشور انا بحييهم كلهم. الحمد لله تنظيم طبعا رائع. بشكر قناه الاهلي طبعا على ان هي نقلت النهائي لايف وساعدت طبعا في ان الباسكت ينتشر والناس ترجع تتفرج عليه تاني. دوري مرتبط يعني حقيقة خطوة مهمة جدا للاعتماد أو ربط ال 16 سنة بالدرجة الأولى، وشايفة النهاردة كمان كان ماتش الاتحاد ال 16 سنة كان قوي جدا، وكان ممكن إن هو يغير النتيجة بتاعة ماتش النهاردة ويكون سبب بالظبط. والحمد لله يعني ألف مبروك للنادي الأهلي وهارد لك للنادي الاتحاد وكل الفرق. وطبعا الباسكت عامة بيشترك فيه او المنافسه فيه بتكون اكتر من فرقتين، مش زي اي مثلا فولي او الهاند بول او كده، فالمنافسه هتبقى صعبه. وفي دوري السوبر الموضوع طبعا هيبقى اصعب، ما طبعا الفرق كلها تلعب وان شاء الله البقاء يبقى او الاصلح ان شاء الله هو اللي يفوز. شكرا. شكرا. كابتن خالد مستمرين معاك ومع النجم من نجوم باسكت الكابتن علاء زهران. كابتن علاء بقول لك الف مبروك فوز النادي الاهلي النهارده، ابنك مشارك كمان في الحدث، بيبو لعيب كبير هذا الشبل زي ما بيقولوا يعني. الاول تحياتي كابتن خالد ليك وضيوفه، مليون مبروك ومليون مبروك لابنك النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول سلام الكابتن خالد العوضي وضيوفه اللي مشرفينا هناك. الف مبروك للنادي الاهلي، مبروك لمصر كلها. انا فرحان بانتهاء بطوله دوري المرتبط، بطوله قويه جدا مشارك فيها اربع فرق: سبورتنج، الجزيره، الاهلي، الاتحاد. على مدار يومين شاهدنا الماتشات وقوه المباريات عامله ازاي، سواء في المرتبط اللي هم الولاد الصغيرين والدرجه الاولى. ناس كتير قوي كانت معترضه على دوري المرتبط. انا شايف ان دوري المرتبط بيطلع لنا لعيبه صغيرين، نشئ صغير نقدر نعتمد عليهم في الانديه الكبيره، الانديه الجماهيريه. يعني لما بنشوف دلوقتي فرقه النادي الاهلي الاولى، ناس عندها مش متاثرين بالجمهور، اللي انا شايف فيه جمهور في الصاله، مش متاثرين بالجمهور ولا بالطبل ولا بالظم، لا بالعكس بيأدوا وبيلعبوا، وده الهدف مننا اللي احنا عايزين نعمل نشئ كويس عشان عندنا باذن الله. مليون مبروك لبيبو، شكله لعيب كبير. هو ده بقى، ده كان حدث يعني انا ربنا يكرمه وربنا يبارك فيه. وانا عندي عمرو اصلا في 18 سنه ومتصعد في الدرجه الاولى مع كابتن طارق خيري، وعندي بيبو 16 سنه مرتبط اول سنه ليه السنه دي. هو ظروف بيبو السنه دي بس يعني انا يعني بشفق عليه، نزل في وقت قاتل خمس دقائق ماتش درو. هو راجع من اصابه بقاله شهرين، فان الكابتن احمد الجارح ياخد الريسك ده هوت ويخاطر بيه، انا بحييه على قوته دهيت، وبشكر بيبو على المجهود اللي هو عمله كستيل. هو عمل ستيل وحول بيه المباراه، حط كاونت وان مور، ودي كانت كره التحويل المباراه. فمبروك للنادي الاهلي، هارد لك نادي الاتحاد، هارد لك نادي الجزيره ونادي سبورتنج. لسه عندنا ماتشات السوبر، وهو ده القائد الدوري القوي جدا. هنشاهد الفتره الجايه مباريات في قمه الاثاره، وربنا يوفق الجميع باذن الله. مبروك يا كابتن. شكرا. خالد مستمرين معاك في لقاءات خاصه لكل لاعبي النادي الاهلي، بعد قليل عوده ليك كابتن خالد، اتفضل. شكرا للزميل شريف شعبان على لقاءات ارض المباراه، محطين جماهير النادي الاهلي جوه الحدث بعد المباراه وجوه المباراه وقبل المباراه. لكن خلينا نقف عند نقطه
هناخدها سريعا مع ضيوفنا الكرام على المدير الفني الاجنبي. هم ليهم راي معين لازم نسمعه ولازم نشوف اراهم ايه، لان دول برضو قامات كبيره في كره السله. كابتن هاني عبد المنعم برايك ايه؟ الحقيقه انا رايي ان المدير الفني للفريق القومي المصري لازم يكون متفرغ، ما بيشتغلش في انديه ويكون دي شغلته. يعني الفريق القومي ده فريق زيه زي اي نادي في مصر مثلا، له مدير فني بيستمر معاه لمرحله زمنيه محدده ويبتدي يشكل ويكون. اعتقد الامريكاني لو جه يعني كان الامريكاني متفرغ. عشان اعمل بيه ايه؟ ما انا النهارده انا عايز اعدل من مستواي، اعدل من مستواي ده النهارده الرياضه بشكل عام ما اصبحتش لغز او ما اصبحتش حاجه مدارية. النهارده المعلومه متوفره تمام لاي مدرب عايز يجتهد، موجوده قدام حضرتك بدوس على زرار. تمام. الكفاءات الشخصيه عندنا في مصر هنا مجموعه مدربين وطنيين مو على اعلى مستوى. يعني انا النهارده اروح ادور بره ليه؟ عشان اوصل بالموضوع لايه؟ تمام. ادور بره بعد خطوات، لما اطلع بالليفل بتاعي انا اوصل بيه لمستوى منافسه على الصعيد الدولي وعايز اعلى والخامه بتاعت اللعيبه بتاعتي عليت، او ما جايب لها مدرب اعلى. يعني كل حاجه ليها حاجه. خلينا نقول ان هم برضو عايزين ياخدوا خبره معينه، هم ليهم فكره اكيد في الامور يا كابتن، اكيد اتحاد الباسكت ليه فكره. ليه فكره؟ موافق. انا ما انا احنا بنختلف في الاراء لكن في اتجاه واحد، اراء بناءه بالزبط. ما هياش هجوم على حد ولا هي هجوم على فكر او سياسه او شخص. ده وجهه نظر حضرتك. انا بقول ان النهارده المرحله دي اللي موجود فيها محتاج التركيز يكون على اللاعبين، ان انا اعدهم اعداد احسن، اعداد بدني، اعداد فني، اعداد نفسي يكون اوقع، ان هم يخوضوا بطولات متعدده. تمام. من وجهه نظري نقدر نعملها بمدرب وطني يكون متفرغ للفريق قوي. نعدي مرحله ونخش مرحله. كابتن عمرو عاشور، انا شايف ان احنا نوفر الدولارات عشان الدولار غالي الايام. هايل. نحاول نصرف الفلوس اللي هنصرفها على المدرب الاجنبي اللي جاي ده، هايل، نصرفها على الفرقه نفسها، نجيب لهم اجهزه يقدروا يشتغلوا عليها كبدنيا افضل، نجيب لهم مساعدات تدريبيه افضل، اصرفها على الاولاد في معسكرات وفي اعداد خارجي وداخلي افضل من ان اصرفها على واحد بس جاي من بره يديني شويه اكسبريشن بالانجلش كلنا عارفينها وكلنا درسينها وشايفينها. وكانت تجربه المدرب الاجنبي قبل كده انا شايف انها مش ناجحه. نجحت في قطاع الناشئين لكن ما نجحتش في قطاع كابتن خالد بخير. طيب خلينا نتفق ان احنا اللعيب اول ما بيوصل للدرجه الاولى فهو اكتملت مهارته. صح. وعشان انا اطور المهاره بتاعته هيبقى بنسبه ضعيفه جدا. كويس. فانا بتفق مع كابتن عمرو وكابتن هاني ان احنا مش ضروري ان احنا نجيب مدير اجنبي، مدير فني اجنبي للمنتخب الاول. انا عايز اجيب واحد كفء، واحد عنده معرفه للعيبه وامكانياتها وازاي يقدر زي ما بيقولوا كده ايه اطلع منهم صنايعي. اقصى صنايعي. بالظبط. ايه رايك في كلمه صنايعي؟ بالظبط. ترسي المزارع كلمه رياضه برضه خد بالك. انما انا باكد بقى ان لازم يجي مدير فني لقطاع الناشئين امريكي اجنبي ويتحط سيستم وتخطيط لقطاع الناشئين كله. ده الاهم بالنسبه لكابتن خالد. مهاري. بالظبط. مهاري وبدني علشان يطلع لعيبه. تمام. والكلام ده بيرتبط بالاتي، هو ما يمسكش فرقه كويس ويبقى فيه مديرين فنيين مصريين ثابتين ما بيمرنوش في اي فرقه. تمام. علشان وهو عشان يتعلموا منه. انا اهم حاجه عندي ان الكلام ده يحصل ساعتين ثلاثه اربعه، وبعد كده ان المديرين الفنيين الصغيرين دول بيكتسبوا الخبره وازاي هم يعملوا تخطيط طويل المدى ويقدروا هم بعد كده اللي يشيلوا. احنا عايزين كفاءات تطلع. لازم يتعمل استمراريه في المعسكرات على طول السنه، ولازم يشاركوا في ماتشات وديه ودورات وديه علشان ياخدوا الخبره، ما هوش تدريب بس. بالطريقه دي احنا ممكن يبقى الكلام ده نقدر ان احنا نطور. انما غير كده وان انا ابقى موسمي. انا عندي بطوله افريقيا مش عارف في شهر كام، طب اجيب المدير الفني فلان الفلاني اللي بيدرب في النادي الفلاني واروح واخده الشهرين دول تعالى امسك لي الفرقه دي والعب بطوله. انا ممكن اكسب بس انا ما بعملش فرقه ومش هصعد زي ما حصل بالظبط السنين اللي فاتت. انا نحترم راي الخبراء او المحللين او كباتن كبار اللي عاشوا اللعبه وعاشوا فيها، هختلف معاهم في مبدا مهم. هنخلي اتحاد السله تاني يختار ويمشي معاهم ويمشي لقدام. جايز التجربه تنجح لان اكيد هم ليهم هدف وليهم بلان. اكيد كل اللي قاعدين على الترابيزه دي النهارده
بيحللوا هم مع اتحاد السله، مع دكتور مجدي، مع كابتن عبد المطلب، مع اعضاء، مع رحاب، مع علاء، مع كل الناس. احنا في الاخر عايزين مصر تطلع في حته مختلفه، عايزين اتحاد السله يرتقي. لكن هقول لك حاجه سريعه، الدعم معاهم فيه مشكله، انا متاكد من ده. انا كنت عايز اقول برضو اضيف كلمه ان ممكن جدا هم عندهم بدل ما هو متوجه انه يروح لماهيه مرتب المدرب، وهي هتكون رقم. هو النهارده عشان تجيب مدرب معتدل تمام بتتكلم في 10,000 دولار مينيمم، تمام، يعني 120,000 دولار في السنه. ال 120,000 دولار في السنه دول النهارده يوازوا 4 مليون جنيه ولا حاجه، ولا 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 ايا كان الرقم. فالنهارده الرقم ده بدل ما انا موجهه لشخص اوجهه للفرقه، اوجهه لمصلحه الفرقه. توكلنا على الله. هنطير سريعا للاسماعيليه والمراسلنا محمد توفيق، لقاء مهم جدا مودي الجرحي. برحب بيك مره ثانيه كابتن خالد وكل ضيوفك الكرام وكل مشاهدي ملعب النادي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن مكملين لقاءاتنا معانا كابتن مودي الجرحي احد كبات الفرقه ونجوم فريق النادي الاهلي. يعني كابتن مودي، يعني الف مبروك الفوز السنه الثالثه على التوالي دوري المرتبط السله. بطولة كانت صعبة، يمكن النهارده كنتم مريحين شوية، لكن ألف مبروك الفوز بالبطولة. الله يبارك في حضرتك. طبعا في الأول بحب أبارك لجمهور النادي الأهلي على البطولة، بطولة الدوري المرتبط للعام الثالث على التوالي. والحمد لله، يعني احنا الحمد لله وعدناهم إن احنا هنموت نفسنا في كل بطولة ونقدر نحرز يعني البطولات بإذن الله. بس أنا في حتة عايز أتكلم فيها بس على ماتش النهارده، عشان انا طبعا انا عارف هو في ناس نفسها تبوظ فرحه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. ماتش النهارده احنا كلنا قبل الماتش خلاص الحمد لله احتفلنا ببطوله الدوري ومريحين. عندنا كمان اربع ماتشات، عندنا بطوله كاس مصر وبعد كده بطوله افريقيه. فكوتش مريح ناس بره ال 12، حتى اللي بيلعبوا في اصابات كوتش مريحهم. طبعا الجمهور الاهلي عايز يكسب كل ماتشات، بس احنا لمصلحه الفرقه ان احنا النهارده مندوس جامد، عشان خلاص احنا حققنا التارجت بتاعنا ان احنا خدنا الدوري. انا عارف في ناس كتير نفسها يعني تبوظ علينا فرحتنا، بس الحمد لله، يعني الحمد لله ببرج لجمهور النادي الاهلي. اصعب اللحظات بقى في مشوار البطوله بعد النهارده الفوز والفرحه والحمد لله، يعني البطوله العام الثالث على التوالي، اصعب لحظات البطوله المرتويه. والله بص، انا بالنسبه لي كان ماتش الاتحاد امبارح، عشان كان في كلام كتير قبل الماتش ان الاهلي بكتير وفرقه الاتحاد مش هتخسر السنه دي، كان في كلام كتير بيتقال على الكلام ده يعني. واحنا كنا واخدين عهد قبل الماتش ان احنا ان شاء الله باذن الله هنخلص دوري مرتبط من اول يوم، هنكسب كبار وصغيرين، وان شاء الله الصغيرين بتوعنا هيقدروا يخلصوا تاني من الصبح خلاص، ويبقى ايه اللود بتاعنا ان احنا نلعب ماتشين. زي ما حضرتك قلت دي لعيبه النادي الاهلي، وطبعا انتوا عارفين جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش. البطولات اللي جايه ان شاء الله شايفينها ازاي وتقولوا الجمهور ايه؟ لا طبعا بطولات جامده طبعا جدا، بس الحمد لله دي كبدايه. احنا اول بطوله في السيزون بتتلعب السنه دي اهو، ادي النادي الاهلي بطل ليها. ان شاء الله هنخش على كاس مصر هنلعب دور ال 16 بعد كده بطوله افريقيه. فان شاء الله احنا واخدينها خطوه خطوه لغايه ان شاء الله باذن الله نحاول نحقق اكبر عدد من البطولات في اخر الموسم عشان نفرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. يعني كابتن متلقي التوفيق اللي جاي ان شاء الله. شكرا لك. شكرا كابتن خالد، ده كان لقاءنا مع كابتن مودي الجرحي لاعب فريق النادي الاهلي لكره السله. ودلوقتي بنرجع لحضرتك وان شاء الله مزيد من اللقاءات. خالد، مستمرين مع المدير الفني القدير الكوف كابتن طارق خيري، ابنه نجم في المرتبط وما شاء الله ابنه صغير بشكله حريف كوره كمان، قاعد بيلعب اهو ومحدش قادر يتكلم معاه. مليون مبروك كابتن طارق، تستاهل كل خير، تعبت اشتغلت اجتهدت، تتويج تستحقه حبيبي. ربنا يبارك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، مبروك لكل الاهلاويه، مجلس اداره ونشاط رياضي وجمهور واصحابي القريبين مني دايما اللي هم داعم ايجابي ليا في كل وقت. انا سمعت ان اللي في الاستوديو قبل ما ننتهي كلامنا بس كابتن خالد ما عشت عمري وانا عارف ان هو سوبر ستار. كابتن هادي عبد المنعم، يا عيني يا سلام. كابتن خالد بخيت، يا لهوي. كابتن عمرو عاشور، انت جبت ثلاثه يعني هاني اخويا الكبير، هو اول واحد جابني من الزقازيق للاهلي، هو كمان اول واحد راح اسمي للمدربين، وهو انا دايما مسميه ابويا الروحي في مصر هاني عمنا، رغم ان احنا فرق السن مش كبير. وعمرو عاشور ده انتيمي دلوقتي في اي حته احنا مع بعض. والكابتن خالد بخيت اخويا الكبير، واتعلمت منه في الكاتشانه ازاي تبقى صايع، دي امانه والله في حقه. انا ما بقابلوش كتير، انا بحبه على المستوى الشخصي رغم ان انا ما فيش كلام بينه، هو كان لعيب صغير وانا بحبه. فالثلاثه اللي في الاستوديو دول قريبين من قلبي جدا، يعني بهدلهم الفوز دوت الحمد لله رب العالمين. هرجع للمرحله اللي فاتت دي، احنا انا دايما حتى للولاد انا بتعامل بتارجت، يعني انا عندي تنزانيا اخدها،
عند دوري المرتبط كنا مثلا بنلعب الزمالك، انا يمين الجيم الاولاني، الثاني خلاص اريح طارق اريح جمال، يعني بتلعب بالمرحله لان الدوري كله من ساعه ما رحنا تنزانيا والحريري اوفر لود عالي جدا، فانت بتحاول بتلعب على قد ما تقدر تخلص بدري. كان عكس السنه اللي فاتت، كنا السنه اللي فاتت بنقع على الماتش الاولاني ونعوض الثاني. الحمد لله ربنا كرمنا السنه دي، انت من بدري بتخلص الموضوع دوت، فالواحد طبعا اول بطوله محليه جوه مصر انك تاخدها، وكل الناس كل الناس مش متفائله ان انت تكسب بحكم الدعايه اللي معموله لفرقه الاتحاد. وانا يعني كلمني يعني عمنا مكلمني كتير في القصه دي، موضوع مش اسماء، الموضوع من مجهود في الملعب وعرق. اثنين انا عندي اصابتين تقال، انا عندي يعني انت بتلعب عندك اثنين تقال جدا في الملعب غير اللي بيلعب هو مجهد، يعني انا السلاوي خلفيه ده. الحمد لله رب العالمين انك تقدر تحقق بطوله في الظروف دي كلها، ده يعني انا شايفه انجاز للاولاد. يعني مؤمن ما شاء الله تحسه انه قائد، مؤمن تحسه ان العالم مفكر الفرقه، تحسه ان هو وقت الازمه يمكن في الكوارتر الاول والثاني والثالث ما جه الاهلي تعادل في الكوارتر الرابع، انا طبعا بتكلم عن مرتبط، تحس ان مؤمن لا يعني القائد بتلاقيه في الازمات، وكان قائد بثلاثياته، اعترضت عليه في كتير، انا كنت واخد بالي وانت هو بيصوب ثلاثيات بيضيعها ما كانش وقته، بس هو قائد طلع لابوه حبيبي الله يكرمك. البوزيشن بتاع صانع العاب ده بوزيشن كنترول شويه، هو اتربى وهو صغير انه كان صانع العاب، ومع الوقت احتاجنا انه يلعب على الجنب، مدربين قلبته على الجنب. هو عنده مميزات زي ما انت بتقول، هو بقى له فتره عنده كده التهاب في الانكل، فبيتمرن تمرينه جامده ويريح خفيفه، فبدنيا هو كمان مش جاهز. من مميزاته جزء في ممكن يبقى وحش، بس بيجي في وقت معين اغلبيه الماتشات، يعني انا مش جيم ده انا مش عشان مؤمن، اغلبيه الماتشات 9 بونت في ورا بعض، واقف على كورته مأمن فرقته، مريح جدا للبتاع، هو كواليتي ربنا يحميه يبعدوا عن الاصابات، وانا بتوقع ان هو يبقى ليه مستقبل كويس قوي في النادي في المستقبل. الصغير بيقولوا بيلعب كوره حريفه قوي. انا الحمد لله رب العالمين عندي 3 لعيبه، مؤمن ومحمد 2005 2006 بيلعب تحت 13، بس ده صانع العاب صريح. الصغير فلوتر بقى ما بين الكوره والباص، الصغير خالص فعلا لمسته للكوره من غير ما حد يعلمه كوره بقى، لعيب كوره كفايه باسكت والله، ومؤمن لعيب كوره، بس انا بس انا مين هيتابع؟ هي المشكله كلها في المتابعه. ربنا يا رب. مبروك وتستحق كل خير يا كابتن. مبروك ليكوا والصحاب اللي في الاستوديو وخالد العوضي وكل النادي الاهلي، ربنا يخليكم، احنا ما بنقلقش منكم يا رب. شكرا كابتن. شكرا ليك كابتن خالد، مليون مبروك ليك، مليون مبروك لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، مليون مبروك لاعضاء النادي الاهلي، مليون مبروك لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي طبعا رئيس والنائب وامين الصندوق واعضاء مجلس الاداره، مليون مبروك لكل الاهلاويه الليله ليلتك يا اهلي، البطوله الثالثه على التوالي الخامسه في تاريخ النادي الاهلي، مليون مبروك كابتن خالد، اتفضل. شكرا للزميل شريف شعبان من ملعب المباراه، مبروك كابتن طارق خيري، مبروك لكل الاهلاويه. هاخد منكم كلمتين من كابتن مودي جرح كابتن طارق. كابتن طارق قال حققنا الهدف، والهدف اتحقق فعلا، والف مبروك على الهدف، وده الاهم بالنسبه لك كجمهور، ان التاريخ هيكتب النادي الاهلي كسب البطوله دي في الوقت ده اللي هي 2018 2019. كابتن مودي جرح قال لك مصلحه الفريق، احنا ورا مصلحه الفريق ومع اللاعبين، وهندعم في المرحله اللي جايه كلنا سبورت لفرقة الاهلي او فرق الاهلي بصفة عامة في كل البطولات، عشان يقدروا يحققوا الانجازات اللي احنا محتاجينها كجماهير للنادي الاهلي. عندنا اسئلة والحلقة بتخلص، احسن لعيب من وجهة نظرك بعد ما الدوري مخلص. لغاية دلوقتي اداء في النادي الاهلي، هو كان في الفترات اللي حقق فيها اضافة للفرقة كان حاتم البحيري بالنسبة لنا شخصيا. حاتم البحيري. كابتن خالد. السلعوة. السلعوة. كابتن عمرو عاشور. انا اعتقد ان احسن لاعب كان طارق خيري. طارق خيري هايل طبعا. احسن لاعب في البطوله رسميا سيف سمير. سيف سمير اعلنها اتحاد الباسكت، اداله احسن لاعب في بطوله الدوري المرتبط بره توقعاتكم تماما. خالص طبعا. ايه رايك؟ مش هينفع مش هينفع يعني مش هينفع صح؟ يعني هو طبعا ما دام بس مش هقول كلمه وحشه. لا 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 خالص. لا 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 بالتوفيق طبعا. اختيار الاتحاد الباسكت. اختيار الاتحاد خلاص، هم ده وجهه نظرهم يعني. بالظبط. لهم عيوب. اكيد. وطبعا احنا بنقول لسيف الف مبروك. الف مليون مبروك. وبنقول للنادي الاهلي الف مبروك. بس احنا احتمال ما شفناش سيف كل طول الدوري يعني، برضه هو عنده مثلا اذا كنت انا
عندي ملاحظ له في الماتشين الاخاره، فده بس الماتشين الاخرانيين. انا مش بتكلم على سيف طبعا لعيب كبير، لا لا سيف كان شايل فتره من الفترات، انما اكيد ليها معايير، اكيد ليها معايير. طب خلينا نتكلم بقى في الاهم عشان المرحله اللي جايه، اللي هم قالوا حققنا التارجت في البطوله دي، وكل جميل مستنيه المرحله اللي جايه، فرق الباسكت او دوري الباسكت فرق كبيره تقيله طبعا. دوري السوبر شايفه من وجهه نظرك التنافس فيه ازاي؟ لا دوري شديد جدا ومنافسته شديده جدا، لان انت عندك على الاقل في خمس فرق على مستوى مش متقارب، يعني يكاد يكون ما تعرفش تقول مين اللي هيكسب النهارده، يعني وانت استحاله حد يقول لك فوركاست مثلا يقول لك النهارده هنفوكس على الفرق. هنقول النهارده اولهم الاتحاد السكندري، النادي اولهم الاهلي لو سمحت، الاهلي طبعا. لا لا يعني عشان ايه؟ عشان احنا بنتكلم، تمام اتفضل. فهنقول الاهلي، الاتحاد السكندري، الزمالك، الجزيره، سموحه، وسبورتنج. وسبورتنج كده سته، دول سته. نضيف الجيش، ورا الجيش فرقه سبعه برضو، يعني ما تقدرش وانت رايح تلعب الماتش تقول والله ده النهارده الفرقه دي هتكسب ب 10 بونت، استحاله. ما تعرفش انت وظروف المباراه، ما تعرفش. كابتن عمرو شايف ان الدوري السوبر في المرحله الجايه دوري الاصعب بالنسبه لكل الفرق. هو انا عايز اقول ان في حاجه قبل دوري السوبر، في كاس مصر قبل دوري السوبر، والنادي الاهلي مش هيخلص. عودنا، لا هيخلص النادي الاهلي، عودنا دايما ان هو لو ما خدش دوري السوبر بيبقى وصيف، وهو ده اللي احنا بنتمناه من طارق ورجاله الاوفياء خلال الفتره القادمه، ان هم يشتغلوا ويعملوا استراتيجي للفتره القادمه. اكيد عامل استراتيجي هيعملوا فيها ايه موجود. عشان دوري السوبر ده احنا تعودنا نشوف الاهلي فيه، فان شاء الله باذن الله في الفاينل، باذن الله فاينل ومكسب ان شاء الله، ناخد الكاس برضو ان شاء الله. انا طموحاتي بالنسبه للكاس كبيره جدا، ان شاء الله يكون النادي الاهلي متوفق، ويكون ان شاء الله طرف على الاقل في مباراه النهائيه في بطوله كاس مصر، ويكون ان شاء الله يعني حظه وافر بالنسبه للنادي الاهلي ان احنا نقدر ناخد باذن الله. كابتن خالد، انا طبعا من وجهه نظري ان خلاص ان احنا نقدر نحدد مين ده خلاص، ده بقى في علم الغيب. ان انت بقى عندك 6 7 8 فرق، انت صعب جدا ان انت تروح الماتش وانت ضامن ان انت كسبان. تمام. لكن بالنسبه انا هحدد 2 صراحه، الاهلي والاتحاد. تمام. الاثنين عندهم فرايتي كتير في كل المراكز، بيتدخل بقى التوفيق وعدم التوفيق، ده ما يقللش من بقيه الفرق، بس دي وجهه نظري الشخصيه. عايز ابارك بقى لجمهور الاهلي واعضاء مجلس اداره وجهاز فني كف، وعايز اقول ان طارق الخيري اتحط في مواقف الله يكون عونه في البطوله دي بالذات، استعمل كتير، استعمل كتير، وانك تخسر 2 لعيبه جامدين دول اساس فرقه دي حاجه صعبه، وهو اتحط قبل كده في نفس الموقف ده في بطولات تانية، ويعني اثبت ان هو مدير فني كفء. يمكن احنا اتكلمنا او انا كلامي كله كان عن الاسئله ان اللعيبه والكلام ده، انما لا اضاف برضه ماتش امبارح باقتدار، وخصوصا في الفتره اللي هو كان فرقه الاتحاد بيلعب بسيستم معين، بيفتح بلاعيب الارتكاز بتوعه بره وبيبتدي يبقى في بنتريشن، هو لعب بلعب ارتكاز واحد واربعه من ضمنهم مشعل، وده اصاب فرقه الاتحاد السكندري بارتباك لما عملوا السويتشات. فدي لا يعني ان شاء الله انا برشح الاهلي للمنافسه السنه دي في كل البطولات باذن الله. ان شاء الله الاهلي ينافس. نورتونا وشرفتونا كابتن خالد. شكرا كابتن عمرو، شكرا كابتن خالد، شكرا كابتن هاني. في اخر الحلقه وفي اخر استديو الهوا هنقول كلمتين، هقول كلنا كل الدعم لكل فرق النادي على كل الاختلاف والاعمار، وفرق الدرجه الاولى بصفه خاصه ان هي تجيب بطولات، عشان الجماهير لا ترضى الا بالمكسب، بمكسب البطولات. وكابتن طارق خيري بالاخص كل الدعم ليك وكل السبورت ليك، كلنا متاكدين ان انت تتفانى في العمل مع اللاعبين في ارض الملعب. ان شاء الله باذن الله هنتابعكم وهنكون معاكم دائما وابدا على خلايا الاهلي. شكرا والى اللقاء.